طيب نبدأ نقول بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، ازيكم يا جماعة؟ الأخبار يا رب تكونوا بخير. هنتكلم إن شاء الله في الفيديو ده على الـ Complete Denture Classification System، الـ ADA عملته، اللي هو الـ American Dental Association عملت لنا Classification في الـ Complete Denture. تمام، نبدأ نقول بسم الله ونتكلم على بركة الله في chapter الـ Complete Denture Classification. لو حد موجود يقول لي ان هو جه، وهنبدأ على طول بسم الله. طيب Complete Denture Classification يا جماعة عندنا chapter سهل قوي، هو معمول علشان نقدر نقسم عيانين الـ Complete Denture. يعني بيقول حضرتك الجمعية الأمريكية بتاع دكاترة الاستعاضة عملت تقسيم عشان تشخيصي، عشان اقدر اوصف حالات الكومبليت دينشر، اوصف مرضى الكومبليت دينشر. اهلا وسهلا، ازيك يا رنين؟ اهلا يا زيد. عشان اقدر اوصف المرضى الكومبليت دينشر، لو انا كدكتور عايز اوصف الحاله دي سهله ولا حاله صعبه، عايز اوصف هل الحاله هلاقي فيها مشاكل ولا مش هلاقي فيها مشاكل، الاي دي اي عملت لنا تقسيمه بتساعدني ان انا اقدر اقسم الحالات من كلاس 1 لكلاس 4. الكلاس 1 اسهل حاجه، كلاس 4 اصعب حاجه. خلاص، هي الاي دي عملت لنا. طب ايه هدف الكلاسيفيكيشن؟ يعني هما ايه اللي خلاهم يقولوا احنا عايزين نعمل كلاسيفيكيشن لعيانين كومبليت دنشر؟ اول حاجه بيتر بيشنت كير. خلاص، يعني انا هعرف اهتم بالعيان اكتر لما انا اعرف اعمل تقسيمه لعيانين الكومبليت دنشر. هفهم انا كدكتور بروثيسز هعرف ايه المطلوب مني ادور عنده عن العيان في العيان، عشان لو في مشكله اقدر اخد بالي منها. يعني احنا لو مش عاملين كلاسيفيكيشن للكومبليت دنشر لعيانين الكومبليت دنشر يا جماعه، اي عيان كومبليت دنشر هتيجي هتبدا شغل معاه من غير ما تبص كويس على الحاجات اللي المفروض تبص عليها، اللي هتفرق معاك في ان الحاله او ان الكومبليت دنشر يطلع حلو ومظبوط ولا يطلع فيه مشكله او حاجه. فاول حاجه بيتر بيشنت كير، هدف الكلاسيفيكيشن انك هتقدم طقم احسن للعيان، لان انت هتبص على كل الحاجات اللي المفروض تبص عليها، اللي حاجات الوحشه اللي ممكن تتجنبها او تعمل حساب ان انت تاخد بالك منها. طيب اتنين، improved professional communication. افرض انا دكتور لسه متخرج جديد وبشتغل تركيبات متحركه، بس جالي حاله complete denture صعبه، هعرف منين هي صعبه ولا سهله؟ ولو اللي هي اول نقطه. تاني نقطه، هعرف احول الحاله دي لدكتور زميلي؟ يعني هل الحاله دي سهله كواحد خريج حديث يشتغلها، ولا الحاله محتاجه دكتور متخصص ان انا احولها له؟ عشان اقدر احولها له واقول للدكتور يا دكتور معلش انا هحول لك حاله كلاس 3 او كلاس 4، كده الدكتور هيعرف ان هي حاله صعبه، عشان اقدر اكومينيكيت احسن، اقدر احول الحاله او استفسر في الدكاتره لما تستفسر عن بعض في الحاله تعرف هل الحاله صعبه ولا سهله. more appropriate insurance reimbursement. يعني ايه؟ يعني العيانين بره في امريكا يا جماعه طب الاسنان بيبقى غالي جدا ومكلف، يا ربنا يكرمك، بيبقى غالي جدا ومكلف جدا. فلما لما الحالات نقسمها حسب الصعوبه هنفهم ان بره لما يكون عامل تامين على اسنانه، الحالات الكلاس 4 اللي هي الحالات الصعبه بتكون محتاجه خطه علاجيه اكبر، بتكون محتاجه ان العيان، يعني عيان جاي عايز يعمل تركيب للطقم او يعمل كومبليت دنشر، لو هو كلاس 1 مش هيحتاج يعمل اي حاجه في بقه، لو كلاس 4 لا، في الغالب هيحتاج جراحات اضافيه او هيحتاج حاجات اضافيه يعملها عند دكتور الاسنان، فدي هتبقى تكلفه اعلى. في امريكا بيبقى في نظام التامين الصحي على الاسنان في حاجات معينه، فهو هيقدر من الاول انت لما تعرف ان الحاله كلاس 4 محتاجه خدمات اكتر او خطوات اكتر. يعني هو العيان مش عارف ان هو كلاس 4، العيان جاي عايز يعمل طقم، بس انت هدف الكلاسيفيكيشن ان هو عرفك انك تعرف العيان ان هو كلاس 4 ومحتاج ياخد موافقه تامينيه على الحاجات اكتر. خلاص، وي بيتر سكريننج تول تو اسيست دنتال سكول ادميشن كلينكس. في عيان، انتوا كلكم في الجامعات لما يكون في قسم التركيبات المتحركه او قسم الاستعاضه، جالك جه في القسم في السنه 100 حاله كومبليت دنشر، هو عايز يوزع الحالات على الطلبه اللي في سنه ثالثه او اللي في سنه رابعه او اللي في سنه خمسه، او الطلبه اللي في سنه الامتياز او الطلبه الماجستير والدكتوراه. فهو لو عندهم كلاسيفيكيشن يقدروا يقيموا صعوبه الحالات، هيقدروا يشخصوا الحالات احسن ويقدروا يوزعوا الحالات بحسب الصعوبه. يعني الطلبه اللي لسه بتبدا اول حاله تاخد حاله كلاس 1، حاله سهله. الاخصائيين اللي هم الماجستير والدكتوراه ممكن نحول لهم الحالات الكلاس 4، فدي الكلاسيفيكيشن بيسهل عليا الشغل في
الجامعات وكليات طب الاسنان، خلاص ستاندردايز كرايتيريا فور اوت كومز اسيسمنت. انت بتوحد، انت لما تعمل كرايتيريا وبتعمل كلاسيفيكيشن بتوحد الخطه العلاجيه وبتوحد الحاجات اللي انت بتقيسها، ففي الغالب يا جماعه الاوت كوم بيبقى predictable، يعني النتيجة ان هي بتكون متوقعة، مش لان انت خدت بالك من كل حاجة. الكلاسيفيكيشن زي ما هنتكلم عليه ان شاء الله بيبص على حاجات كتير، فانت لما تعمل الكلام ده، اهلا وسهلا ازيك منتظر، اهلا رنين، فانت لما تعمل الكلام ده انت حضرتك بتوحد كل حاجة، يعني انت بتعرف في الاخر تتوقع النتيجة النهائية بتاعة الطقم، خلاص. فهو بقى بيقول لحضرتك انه العيانين اللي خالعين اسنانهم وعاملين كومبليت دنشر عندهم اختلافات كبيرة فيزيائية، فيزيكال فاريشنز، يعني زي حجم الفك، طول العظم، عرض العظم، دي اختلافات فيزيكال اند هيلث كونسيرنز. معظم العيان اللي جاي يعمل كومبليت دنشر راجل كبير في السن، ممكن يكون عنده امراض صحية زي عيان بياخد بايفوسفينيت ثيرابي او عنده مشكله في العظم تمنع ان هو يقدر يعمل طقم، هو ما عندوش اسنان. بس في نفس الوقت لو اللثه، لو عيان بياخد اشعاع، العيان بياخد اشعاع ده لو الطقم ضغط على الفك بتاعه وهو بياخد اشعاع العظم ممكن يبدا يلتهب، يحصل له اوستيومايلايتس او يحصل له التهابات جامده. ففي مشاكل صحيه ممكن تغير الخطه العلاجيه بتاعتك، ان انت ما تعرفش تعمل الطقم او محتاج انك تحوله لاخصائي يعالجه او يعالج المشكله الصحيه اللي عنده قبل ما تبدا. الى جانب طبعا ان في اختلافات، هنا بيقول لك في اختلافات صحيه عند المرضى بتفرق انك هتقدر تعمل الحاله ولا لا، او في اختلافات فيزيائيه، يعني حجم الفك، حجم العظم كده يعني. فعشان كده احنا بنحاول نقسمهم لدرجات مختلفه، خلاص، عشان نعرف الخطوات العلاجيه المختلفه. خلاص عملنا نظام تقسيم معاير، يعني في عيارات من عيار 1 2 3 4، خلاص، عشان يوضح المستويات المختلفه في كومبليت دنشر. ايه كومبليت دنشرزم؟ يعني ايه معنى مصطلح كومبليت دنشرزم؟ والواحد ما عندوش في الفك بتاعه اسنان، خلاص شال كل الاسنان اللي حصل لهم اربشن، والسبورتنج ستراكشن والحتت اللي حوالين الاسنان مؤهله ان هو يقدر يعمل تركيبه. يعني العيان ايه هنا بيشرح لك كومبليت انشيريزم، هي حاله عدم وجود الاسنان، حاله الطقم اللي هو الفك الفاضي اللي فوق واللي تحت، هو العيان اللي ما عندوش ولا سنه. طيب احنا بقى عملنا كلاسيفيكيشن سيستم او الاي دي اي، الجمعيه الامريكيه لدكاتره البروثيسز، اهلا يا مرام، عملت لنا كلاسيفيكيشن سيستم. بتقول لحضرتك ايه هو الكلاسيفيكيشن سيستم بتاعنا ده، بيكون مبني على ايه؟ بيكون مبني على اربع حاجات، فيزيكال، متقسم لاربع حاجات، خلاص، الفاريشنز، فيزيكال فايندنجز. يعني هي بتبقى الجمعيه الامريكيه دي قسمت الناس حسب الفيزيكال فايندنجز زي ما اتكلمنا عليها، بروثيتيك هيستوري، يعني هل العيان ده عمل طقم قبل كده ولا ما عملش طقم قبل كده، هل عمل تركيبه عشان اتوقع برضه هو هيتقبل الشغل حلو ولا مش هيتقبل حلو، فارماسيوتيكال هيستوري، اعرف العلاج اللي بياخده، لو بياخد في علاج بايفوسفينيت ثيرابي، بياخد حقن بايفوسفينيت، ده بيضعف العظم يا جماعه، ومش ما ينفعش يعمل كومبليت دنشر او يعمل زراعه او اي حاجه تضغط على العظم، لان العظم هيحصل له التهابات، فلازم اخد الهيستوري العلاجيه بتاعته عشان اعرف هتفرق معايا في العلاج ولا لا. زائد السيستميك ديزيز برضو، اللي هو هل عنده امراض صحيه، ممكن واحد عنده مرض صحي ما بياخدش علاج، بس يعني هو نفس تقريبا نفس رقم ثلاثة، بس الفرق ان انا بعرف الامراض نفسها بقى، يعني هل عنده سكر، ايه استفدت ايه لما تعرف ان عنده سكر، ان العيان ده الطقم هيحصل الحجم الفك هيصغر بسرعه وهيحتاج يعمل ريلايننج اسرع، يعني في الطبيعي ان احنا بنعمل ريلايننج كل سنتين، العيان اللي عنده سكر ممكن يحتاج ان هو يعمل ريلايننج كل سنه، فدي بتفرق معايا جامد قوي يا جماعه في الكلاسيفيكيشن، خلاص. فعشان كده الكلاسيفيكيشن معموله وبتوصف الحاجات، وبنقدر نتابع الحالات بتاعتنا عشان نقدر نقيم الخطه العلاجيه ونقيم الطرق التشخيصيه الجديده اللي احنا استخدمناها، خلاص. دايجنوستيك كرايتيريا هي مترتبه، هو هنا بيقول حاجه الدايجنوستيك كرايتيريا اللي احنا هنتكلم عليها اللي هم اللي تحت دول الاربعه مش مترتبين حسب الاهميه، يعني هم مترتبين، هي اربعه منفصلين عن بعض، مش معنى ان رقم واحد كده اهم من اتنين، لا، هم الاربعه احنا بنقيمهم، بنقيم الاربعه لوحدهم، خلاص. هو هدف وصفي، هي اوبجكتيف كرايتيريا انت بتحاول توصفها، خلاص، وبتدخلها في كلاسيفيكيشن سيستم علشان تقيس وتقدر تقارن بطريقه كويسه، خلاص، حاضر، حاضر. الرقم التليجرام موجود في الكوميونتي، حاضر، هبعته لحضرتك في الاخر، ما هو موجود على الكوميونتي، موجود على الصفحه نفسها، خلاص. طيب ماسل اتاتشمنت، طيب تعالوا نكمل. ايه بقى هي الدايجنوستكس كرايتيريا اللي
موجودة عندنا. الدايجنوست كريتيريا في الكلاسيفيكيشن سيستم ايه هي؟ عندنا رقم واحد الا اربع حاجات بقى اللي انا هبص عليهم. اول حاجة عندنا البون هايت في المندبل، طول. تعال نبدأ بقى نجيب الحاجات اللي انا ببص عليها في كلاسيفيكيشن. كومبليتلي ايدينشلس. تعالى عايزين دلوقتي نعرف يا جماعة ايه الحاجات اللي الكلاسيفيكيشن سيستم بتاعنا مبني عليها. عايزين نجيب صورة فك حلوة، صورة كبيرة شوية، الصورة دي مثلا. خلاص تعالى ناخد الصورة دي عندنا في البينت. ايه الاربع حاجات الكلاسيفيكيشن ده؟ عين كومبليت دنشر اهو. قال لك بتبص على اربع حاجات، ايه هما؟ بون هايت في المندبل، واحد البون هايت في المندبل اللي هو طول العظم بتاع الفك، العظم الفك المندبل مش المجزلة، المندبل بنشوف طول العظم بتاع الفك التحتاني. دي حاجة ببص عليها. يعني انا لو عيان عايز ادخل عيان في كلاسيفيكيشن، اول حاجة هبص على طول العظم بتاع الفك. ادي واحد. اتنين، ماجزيلو مانديبولار ريليشن شيب، علاقة الفك اللي فوق باللي تحت، هل هو كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3؟ فاكرين في الاورثو لما خدته ان الطبيعي كلاس 1، معظم الناس 90% من الناس او 80% من الناس كلاس 1، اللي هو لو انا بصيت من الجنب الاسنان الابر انتيريورز سابقين اللور انتيريورز ب 2 مللي، ده كلاس 1. والابر كناين اللور كناين بيبقى قدام الابر كناين، واللور 6 بيبقى قدام الابر 6، ده كلاس 1 يا جماعه الطبيعي عند الناس. فالطبيعي لو هتقولي طب هو ده ايه علاقته ده اورثو ايه علاقته بالكومبليت دنشر، اقول لك لما العيان يخلع السنان المفروض الفك اللي فوق المجزله تبقى سابقه المندبل. لما اجي ابص من الجنب على العيان المجزله، عظم بتاع المجزله اكتر حته قدام، تبقى سابقه المندبل ب 2 مللي برضو زي الاسنان. ما هو نفس العلاقه بتاعت الاسنان ده نفس العلاقه بتاعت الفك يعني. خلاص فانت عندك المفروض المجزله بتبقى سابقه المندبل ب 2 مللي. هتقولي طب ليه الكناين اللي تحت سابق الكناين الابر؟ هقول لك علشان الاسنان اللور انتيريور، ربنا خلق اللور انتيريورز الويدث بتاعها اصغر من الابر انتيريورز، فده بيخلي ان مع ان الاسنان الابر سابقه اللور، والعظم الابر بره واللور اللي جوه المجزله اللي بره والمندبل جوه، بس عشان الاسنان الابر عريضه مكمله لورا اكتر، والمندبل بادئ من ورا المجزله بس عرضه اقل، فده اللي بيخلي ان الكراين يسبق. ادي كراين اهو وكراين اللي فوق اهو، فالكراين اللي تحت سبق الكراين اللي فوق علشان الابر لاترال والابر سنترال اكبر بكتير من اللور لاترال واللور سنترال. وكلكم بصوا في المرايه يعني. بس ملخص الكلام ان المجزله المفروض العظم بتاع المجزله يكون سابق العظم بتاع المندبل ب 2 مللي، فدي اسمها كلاس 1. دي علاقه مثاليه هتفرق معانا ايه في الكومبليت دنشر، ان انا هقدر اعمل للعيان ده الطقم الاوكلوجن بتاعه او السنتريك اوكلوجن بتاعه حلو قوي و100% يقدر ياكل عليه حلو. فالمجزل مانديبولار ريليشن شيب بتاعتنا مهمه عشان اقدر اعمل سيتنج، او اقدر اعمل احط الاسنان بتاعي، ربنا يكرمك، اقدر احط الاسنان بتاعتي في وضع مثالي. تعال نكتب كلاس 1 اوكلوجن، كلاس 1 اوكلوجن. خلاص اهي دي كلاس 1 اوكلوجن. اقدر اعمل الوضع ده في الطقم بقى في فك العيان، اللي هو العيان هقدر ارص السنان بطريقه كويسه. لو كلاس 2، ايه كلاس 2؟ ان الفك اللي تحت بيبقى داخل لجوه اكتر بكتير. يعني احنا قلنا الطبيعي ان الابر اللي في كلاس 1 الابر بيبقى سابق اللور ب 2 مللي، كلاس 2 الابر بيبقى سابق اللور بمسافه كبيره ممكن سنتي او حاجه. هتاثر عليا ايه؟ هتاثر ان العظم بتاع الفك اللي فوق خارج لبره قوي، العظم بتاع الفك اللي تحت داخل لجوه قوي. هل هقدر اعمل اوفر بايت اوفر جيت مناسب؟ لا. طب هتقول لي طب ما انت ممكن تخرج الاسنان لبره، بما ان الابر خارج لبره جامد رجع الاسنان الابر انتيرير لجوه جامد وخرج اللور انتيرير لبره جامد عشان تعوض الفرق. هقول لك ما ده هيخلي الاسنان بره الكريست اوف ذا ريدج مكانها مش مثالي، هيخلي الاستابيليتي بتاعت الطقم والمومنت والحاجات دي كلها، الطقم هيقع من مكانه، لان احنا قلنا كل ما السنان بقت اقرب للكريست اوف ذا ريدج او للارفيولار ريدج كل ما الاستابيليتي بتاعت الطقم كانت احسن. لو احنا خرجنا السنان لبره قوي بتاعت اللور عشان نعالج الكلاس 2، ساعتها الطقم اللي تحت هيقع بسهوله، لان الدراع المومنت بقى كبير، الروتيشنال فورس على الطقم هتبقى كبيره قوي، لان زي اكره الباب قلنا كل ما المسافه هتزيد اللي هي السنان كل ما بعدت عن الريدج كل ما القوه اللي انت بتعملها هتعمل مومنت اكتر، كل ما هتحرك الطقم اكتر فهيقع. فدي مشكله كلاس 1 و2 و3. الثري نفس التو بس العكس، ان المفروض ان الابر هو اللي يبقى لبره واللور يبقى لجوه، لا ده اللور بقى كبير. كلاس 3 اللي هو الناس اللي عندهم ضب، اللي هو الفك اللي تحت كبير قوي وخارج لبره قوي، والفك اللي فوق صغير اصغر من الفك اللي تحت.
اللي هو المفروض الابر يبقى اكبر من اللور حاجه بسيطه. لو الابر اكبر بكتير بقى كلاس 2، لو اللور اكبر بكتير من الابر بكلاس 3، او اكبر من الابر بقى كلاس 3. فاحنا يا جماعه عشان كده لازم نعرف هل هي كلاس 1 ولا 2 ولا 3، لان انا لو كلاس 1 او 2، لان انا لو كلاس 1 هقدر ارص السنان بطريقه مظبوطه، بس حضرتك لو كلاس 2 او كلاس 3 مش هتقدر تعمل المنظر المثالي ده، هتضطر تحرك السنان يا اما لبره قوي يا اما لجوه قوي، فده هيبدا يعمل لك مشاكل في الاوكلوجن. عشان كده يا جماعه الموضوع بتاعنا مهم ان احنا نعرف الكلاس بتاعنا احنا كلاس كام. يبقى دي يبقى اول حاجه احنا عرفنا طول الفك المندبل، وهنتكلم ليه الابر. بنبص على حاجه تانية، بنبص على الريزيديوال ريدج مورفولوجي، اللي هو بنفك بنبص على شكل المجزله. ليه يا جماعه؟ تعالى نقول ملخص سريع عشان ما تحفظش. احنا قلنا كده كده حجم المندبل بيبقى اصغر من حجم الابر. يعني احنا تعالى نجيب صوره كومبليت دنشر، عندنا كومبليت دنشر، بص معايا في الصوره دي، حجم الفك حجم الطقم الابر اكبر بكتير من حجم الطقم اللور. بص معايا اهو، بص حضرتك معايا، احنا في الكلاسيفيكيشن اهتمينا بحجم الطقم اللور طول العظم، يعني طول الطول ده، قلنا الطول بتاع العظم بتاع اللور اللي هو مين يا جماعه، اللي هو ده اللي احنا مهتمين بيه في اللور، المسافه من بدايه الريدج اللي هو تحت الطقم لطول الريدج يعني بتاع اللور، خلاص اللي هو طول العظم الفك السفلي. طب الابر احنا اهتمينا بالشكل، طب ليه ما قسناش الطول بتاع المجزله فوق او الطول بتاع الابر وما خدناش الحجم بتاع اللور؟ هقول لك لان ببساطه كده كده اللور حجمه صغير، كده كده حتى لو اللور الفك حجمه كبير مش هيفرق معايا، لان هو اساسا حجمه صغير، ففرق الحجم مش هيبقى كبير قوي، فببقى معتمد على طول بتاع العظم اكتر. تاني ليه يا جماعه الفك السفلي ما بناخدش بيه الشكل او المورفولوجي زي المجزله؟ احنا بناخد بتاع الشكل بتاع المجزله ليه؟ لان المجزله كده كده كبيره، فشكلها هيفرق معايا. هل هيفرق معايا هي مربعه ولا تيبرد ولا يو ولا في زي ما هنتكلم؟ بس المندبل كده كده صغير، فعشان حجمه صغير انا اللي بيفرق معايا مش عرضه او شكله، يفرق معايا طول العظم، لان العظم كل ما كان اطول كل ما الطقم هيبقى داخل او ساند على العظم اكتر، كل ما الريتنشن والاستابيليتي والحاجات دي اللي اتكلمنا عليها في الفيديو اللي قبل كده هتبقى احسن. المجزله كده كده حجمها كبير، فانا محتاج اعرف طب هي بقى حجمها كبير شكلها هيحلو هيديك ريتنشن واستابيليتي حلو، ولا شكلها في شيب هيدي لك ريتنشن وحشه بس استابيليتي حلوه، ولا بوكس شيب هتدي لك. فاحنا عشان كده بنهتم يا جماعه من غير ما تحفظ بعلاقه السنان، قلنا اللي هي كلاس 1 ولا 2 ولا 3، طول عظم المندبل علشان المورفولوجي بتاع المندبل ما يهمناش، لان هو كده كده حجمه صغير فبنهتم بطوله، لان لو طول هو عندك العرض كده كده قليل، لان هو متاكل من النص قلنا فيه لسان هنا، بس الطول هو المهم عندي. طيب ال اسمه ايه ده؟ المجزله ما بنهتمش بالطول، بنهتم بشكلها، هل هي في شيب؟ ليه؟ لان المجزله كبيره، فمش هيفرق معايا الطول قوي قد ما هيفرق معايا تقسيمتها شكلها عامل ازاي. خلاص. ورابع حاجه الماسل اتاتشمنتس اوف ذا ماندبل. الماسل اتاتشمنتس اوف ذا ماندبل، اشمعنى الماندبل يا جماعه؟ ان الماندبل كله عضلات، الماندبل اساسا الطقم بيبقى مش متزن فيه. احنا قلنا اتفقنا في الفيديو اللي قبل كده المشكله عندنا، قلنا الكومبليت دنشر بيمسك بالفيزيكال فورسز احسن من اي حاجه تانية. خلاص. فالمجزله بيبقى قاعد على بالت وعلى سوفت بالت وعلى حاجات ما عندوش مشكله، بيبقى فيه حواليه عضلات بس مش كتيره زي المندبل. المندبل محاط بعضلات من كل الاتجاهات، حتى من السطح الداخلي بتاعه اللي هو ناقص، اللي هو المفروض المندبل الطقم اللور يبقى بالحجم كده زي الابر، بس احنا عندنا هنا عضله كبيره اللي هي عضله اللسان. اللسان ده بيحرك الطقم وهو بيعمل حركه خفيفه في الطقم وهو بيتحرك، فده عشان كده بيفرق معايا، ما بيفرقش معايا الماسل اتاتشمنت في الابر، بيفرق معايا الماسل اتاتشمنت في اللور، لان اللور كله من كل الاتجاهات محاط بعضلات، الابر لا، من بره بس، من يعني مش محاط، من الجزء اللي ورا ده كله ما فيهوش عضلات، وكده كده الريتنشن بتاعه بيبقى حلو عشان حجمه كبير. فاللور هو وجود العضلات الكتير هو اللي بيفرق معايا، عشان كده عايز اعرف مستوى العضلات فين. يبقى الكرايتيريا بتاعنا يا جماعه الاربعه، طول حاجتين في المندبل، طول العظم، قلنا مش هنتكلم على
الحجم بتاع المندب اللي هو كده كده صغير، بس هنقول المورفولوجي بتاع المجزله ان هي كده كده كبيره، بس عايز اعرف هل شكلها مربع ولا في ولا ايه. يبقى دي اول نقطه، المورفولوجي بتاعت المجزله. اتنين، المندبل غلبان يتيم، عشان كده بنهتم بحاجات اكتر، لان الطقم اللور هو الاكتر طقم بيكون فيه مشكله. بنهتم بطول العظم، وبنهتم ب ماسل اتاتشمنتس الموجوده حوالين العظم اللي هي ممكن تحرك الطقم بسهوله. طيب واخر حاجه، يبقى واحد ماكزيلا، اتنين مانديبل، وحاجه ما بينهم اللي هي كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3. هل الفك العلوي سابق السفلي، ولا السفلي سابق العلوي، ولا علاقتهم كلاس 1 ان الابر سابق اللور بحاجه بسيطه؟ كلاس 1 الابر سابق اللور بحاجه بسيطه، كلاس 2 الابر سابق اللور بكميه كبيره، كلاس 3 اللور هو اللي سابق الابر. خلاص، طيب احنا بنقسم يا جماعه الكرايتيريا بتاعتنا. طب تتوقع كده من قبل ما ندخل في كلاسيفيكيشن، لو العظم عندي بتاع، احنا دلوقتي قلنا البون هايت بتاع المانديبل، تتوقع الطقم اللور كل ما كان طول العظم بتاع العيان اكتر كل ما كان هيبقى احسن ولا اوحش؟ لا طبعا اكيد كل ما هيبقى احسن. طب تتوقع الماكزيلو ماندبلر ريليشن شيب؟ اه احنا قلنا كلاس 1 احسن، فهي الموضوع بديهي. فانت لو لقيت، هنتكلم بقى ايه يعني، احنا الدياجنوستيك كرايتيريا اتكلمنا اهم، بيقول لحضرتك لو عندك الاربعه دول حلوين، الاربعه طول الفك المندبل والعلاقه كلاس 1 والمورفولوجي بتاع المجزله حلوه وشكلها حلو، وعلى عضلات تحت خالص في المندبل مش مؤثره على الطقم، مش هتحركه من مكانه، فده بيقول لحضرتك انت كده الدنيا مثاليه، ايديال، الوضع مثالي، حاله سهله جدا، حتى الطلبه ممكن يشتغلوها، او مينيمال كومبرومايز، يعني ما فيهوش مشاكل او في مشاكل لا تذكر، يعني لا يوجد مشاكل او بالكاد يكون في مشاكل، ده اسمه كلاس 1. طيب عندنا كلاس 2، لا بدات المشاكل تزيد، يعني ايه مودريتلي كومبرومايز، يعني ممكن الاقي طول المندبل العظم بدل ما هو مليء طوله حلو بقى اقصر شويه، ممكن الاقي الكلاس 1 بقت كلاس 2 او كلاس 3، بس مش كلاس 2 جامده. يعني ايه؟ يعني اه هي كلاس 2 ان الابر، يعني انا هي كلاس 1 معناه ان الابر بيسبق اللور ب 2 مللي، لو الابر سابق اللور ب 4 مللي دي بقت كلاس 2. بس افرض لو عندك الابر سابق اللور ب 10 مللي او بسنتي، ده كده سيفير كلاس 2. يبقى كلاس 2 برضو فيه درجات، وكلاس 3 برضو فيه درجات، يعني المفروض الابر زي ما قلنا سابق اللور. افرض لقيت اللور طالع قدام شويه بقى في نفس الخط مع الابر، اسمه ايدج تو ايدج، ساعتها ده كلاس كام؟ ده كلاس 3، ان المفروض الابر بيبقى سابق اللور. انت لما اللور يبقى في نفس مستوى الابر بقيت كلاس 3. بس هل كلاس 3 دي زي كلاس 3 ان الابر جوه والاب واللور هو الخارج لبره جامد؟ لا، فدي اسمها سيفير كلاس 3، دي اسمها مينيمال كلاس 3. فانت في الكلاس 2 يا جماعه مودريتلي كومبرومايز، يعني هتلاقي العظم بتاع المندبل قصر شويه، شكل الريزيديوال ريدج بتاع المجزله بقى مش حلو، العضلات بدات تبقى بدل ما هي تحت الطقم بدات تطلع وتبقى قريبه من مستوى الطقم. ايه الكلاس 1 قلنا مش هتبقى كلاس 1، هتبقى كلاس 2 او كلاس 3، بس مودريت كومبرومايز، يعني ايه؟ حاجه خفيفه. طيب كلاس 3 يا جماعه نفس المشاكل بس اكتر، يعني يعني ايه؟ يعني انا عندي طول عظم الفك المندبل قصير قوي، الكلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3؟ لا، هلاقيها كلاس 2 او كلاس 3، بس الفرق او الديفو او المشكله كبيره قوي، يعني بدل ما المشكله صغيره، لا ده المندبل سبق المجزله بمسافه كبيره قوي، او المجزله سبق المندبل بمسافه كبيره قوي. خلاص، طب كلاس 4 سيفير بقى، حاجه مشاكل كبيره قوي، او العضلات في برضو يعني زي ما اتكلمنا على العضلات، فكلاس 4 هي نفس المشاكل بس بزياده جامد قوي قوي قوي، ومشاكل قويه جامد قوي قوي قوي. فهي دي التقسيمه بتاعت حضرتك. هنا بقى بيبدا يتكلم البون هايت في المندبل قوي. قلنا ان المندبل هو بنحدده او بنقيس، هل الحاله سهله ولا صعبه؟ كلاس 1 هي سهله، 2 اصعب، 3 اصعب، واصعب 4 اصعب قوي. قلنا حسب في الفك اللور بنحسب البون هايت. خلاص قلنا لان بعد الخلع الاسنان بيحصل تاكل في العظم، الفك هو وصف البولوس اللي هو واحد اسمه اتود، اللي هو عمل اتود كلاسيفيكيشن، قال لك ان تاكل عظم الفك دي حاجه كرونيك، حاجه مزمنه، بروجريسيف، حاجه مستمره، irreversible، العظم اللي بيروح ما بيرجعش تاني، disabling، بتاثر طبعا العظم لما يتاكل، ما بنعرفش نعمل تركيبه، او العيان ما بيعرفش يبدا ياكل على اسنانه. خلاص، مالتي فاكتوريال اكيد ليها عوامل كتيره. خلاص، بس لحد هذه اللحظه العوامل اللي هي بتزود سرعتها او بتبطئها، في ناس عندهم تاكل العظم بيبقى قوي جدا، في ناس العظم بيفضل فتره شويه قبل ما يتاكل، فالاسباب لحد دلوقتي مش عارفينها. خلاص، بس لما العظم، احنا دلوقتي بنتكلم على طول العظم الفك المندبل، لما العظم يتاكل ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ لما العظم بدل ما هو طوله في المندبل، بدل ما هو طوله لحد هنا، تعال نجيب صوره ايدينشرس. طول العظم بتاع الفك
عايزين نجيب صورة طول العظم بتاع الفك. احنا بنتكلم على اول عامل، افرض طول العظم بتاع الفك بدل ما هو طويل وحلو هنا كده زي هنا كده، بدل ما هو بالطول ده من بقيسه من اول فيستيبيول لحد فوق، بدل ما هو نزل بقى قصير كده، اثر عليك في ايه؟ فاكرين الاديجن والكوهيجن والفيزيكال فورسز اللي اتكلمنا عليهم في الشابتر بتاع الريتنشن والاستابيليتي؟ لما طول الفك اللور يقل، الطقم هيبقى قاعد على جزء اقل ولا جزء اكبر؟ اللي هيبقى قاعد على جزء اقل، بدل ما الطقم حجمه كان كده وعامل اديجن وكوهيجن وسيرفيس تنشن والكلام ده كله، عامله بمسافه اكبر، لا عامله في مسافه اقل. نتيجه يعني بدل هنا كان عامل كده طول الطقم، هنا الطقم هيبقى عامل كده. ليه؟ لان العظم قل طوله قل، فهيأثر على حضرتك في ايه؟ هيأثر على حضرتك في حاجات كتير، هيقف دينشر بيلينج اريا، حجم البتاعه دي هيقل، تيشوز ريمينينج فور ريكونستراكشن. ما هو لما العظم يتاكل ويبدا ينزل لتحت، اللثه اللي فوقيه، خلينا يا جماعه عارفين ان احنا في عندنا نوعين من الميكوزا او نوعين من اللثه، في عندنا حاجه اسمها كيراتينايزد ميكوزا، دي بتبقى الميكوزا القويه بيبقى ربنا خالق عليها كيراتين، وفي دي اللي موجوده فوق المفروض كانت حوالين الاسنان. يعني لو كلنا بصينا في المرايه هنلاقي ان اللثه اللي حوالين الاسنان قويه، لو دوست عليها بصبعك هتلاقيها قويه، لو نزلت بصبعك لتحت عند الفيستيبيول هتلاقي اللثه ضعيفه وبتتحرك بسهوله. فالكيراتينايز ميكوزا بتبقى موجوده في الجزء اللي فوق، النون كيراتينايز بتبدا من نص الفيستيبيول، من نص الطول بتاع الفك المكمله لتحت. لما يبدا يحصل تاكل عندك بيحصل تاكل من فوق، فالتاكل بيبدا ياكل من الكيراتينايز ميكوزا. الكيراتينايز ميكوزا دي قويه وبتحمي العظم اكتر من النون كيراتينايزد. فانت هنا بيقول لك التيشوز ريميننج ريكونستراكشن، الميكوزا اللي اتبقيه عندك كل ما العظم طول عظم الفك قل، كل ما الكيراتينايز ميكوزا قلت، كل ما التيشوز او السوفت تيشوز اللي موجوده عندك اللي هتساعدك انها تسند الطقم بقى حجمها اقل واضعف. طيب كل ما فيشيال ماسل سبورت واتاتشمنت، كل ما انت عظم الفك بتاع حضرتك اتاكل، كل ما هتقرب كل ما العضلات هتبدا تطلع لفوق. يعني انت لو عندك طول العظم الطويل الطقم هيبقى فوق والسنان هتبقى فوق بعيده عن العضلات اللي هي موجوده تحت في المندبل. كل ما العظم اتاكل، ادي العظم اتاكل، العظم كان بقى كده، بعد كده بقى كده، كل عمال بتنزل في مستوى العضلات بتاعت الفك، فتاثير عضلات الفك هيبقى اكتر. توتال فيشيال هايت، كل ما شكل وش العيان بقى اقصر، طبعا تاكل عظم الفك اللور والابر، بس احنا قلنا احنا بنهتم باللور في كلاسيفيكيشن بس عشان هو اللي بيأثر على اكتر على كل حاجه. طبعا شكل الوش هيبقى، طول الوش هيبقى اقصر. طب هتفرق معاك في ايه النقطه دي؟ انت دلوقتي العظم بدل ما هو في اللور كان كده والابر كان كده، بقى هنا والابر بقى هنا، هيفرق معاك في انك هتضطر تنزل الاسنان مسافه اكبر ويبعدوا عن الريدج مسافه اكبر، لان كده كده السنان مكانها ما بيتغيرش، انت بتحط الاسنان حسب الشكل الوش العيان وضحكه العيان ويعرف ينضغ عليها وكده. فانت هتحط المسافه، كل ما حصل بون لوس كل ما الاسنان بعدت، اضطر الدكتور ان هو يرصها ابعد عن الريزيديوال ريدج، لان الريزيديوال ريدج نزل لتحت. فده هيفرق مع حضرتك في ايه؟ هيفرق مع حضرتك ان الطقم مش هيبقى ستيبل، كل ما المسافه بتاعت الاسنان بعدت عن الريدج كل ما الطقم لما تيجي تنضغ عليه زي اكره الباب بتفتحه من الطرف، انت هنا بدل ما كنت العيان بياكل في مسافه صغيره من المفصله بتاعت الباب، لا بقت تفتح الباب من حته ابعد، فده هيخلي الطقم اكره الباب لما تيجي تفتح الباب بتاع الاوضه تتحرك اسهل ولا اصعب؟ لا هتفتح الباب اسهل من الطرف، نفس الفكره. فانت هنا كل ما المسافه بتاعت الاسنان والعظم اتاكل والمسافه من الاسنان للريدج زاد، كل ما الطقم هيتحرك بسهوله نتيجه ان قوه الاكل هي بس بتزق الطقم اللي بره والجوه، فهتخلي الطقم يخرج من مكانه. ريدج مورفولوجي يا جماعه دي برضو بيقول لك، احنا طبعا في اللور مش بنقيس الريدج مورفولوجي، بس طبعا لما بيقول لك بطريقه غير مباشره شكل الفك بتاع العيان المندبل بتاعه بيتاثر بالطول بتاع العظم. خلاص طيب احنا بقى عشان كده بيقول حضرتك انت بتقيسها في طرق تقيسها بالاشعاعات، خلاص باشعه البانوراما. اشعه البانوراما دي هي اللي بتبين لنا احسن الفك كله، ما ينفعش طبعا تقيسها بري ابيكال، ممكن تعملها بكون بيم سي تي، بس طبعا كون بيم سي تي مكلفه جدا وجرعه الاشعاع اعلى، فانت مش محتاج تعملها، ممكن تعمل بانوراما عندك تكفي. خلاص عندك بقى اربع حاجات بتفرق معاك في طول الفك، احنا قلنا يا اما طويل يا اما اقصر، قلنا في فاكرين قلنا كلاس 1 وكلاس 2 وكلاس 3 وكلاس 4، فعندنا طبعا في تقسيمه تايب 1 و2 و3 و4. بيقول لك لو انت لقيت بتقيس الفك، طب بتقيسه منين اللور؟ هتقولي بيقيسه من هنا ولا بقيسه من هنا؟ هتقولي هو مستوى العظم ثابت في اللور كله، هقول لك لا الطول بيفرق، بس بيقول لك انت بتقيس اكتر حته قصيره. يعني ايه؟ يعني تعال نجيب البانوراميك اكس راي، بانوراميك انت بتعملها من بانوراميك اكس راي، بتجيب بتخلي العين يصور ايدينشرس، ايدينشرس مش تبقى فاهم، انت بتخلي العيان اهو
يصور أشعة، وبتبص في الأشعة دي كده أشعة بانوراما بتاع عيان ما عندوش ولا سنة، ايدنشلس أهو، أسنان فاضية. في المندبل بيقولنا بيقيس طول الفك من فوق لتحت، بيقول لحضرتك انت بتمشي بتقيس بتبص بالتقريب بتشوف اقصر حته في الفك فين، هي بص اللي هي الحته دي اكتر حته قصيره في الفك، هي دي الحته اللي بتقيس منها. يبقى الكلاسيفيكيشن بتاع حضرتك في كلاس 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4، قلنا اول عامل بنتكلم فيه اللي هو طول المندبل اللي هو الهايت بتاع المندبل. كلاس 1 قلنا هتبص في البانوراما اكتر حته قصيره انت شايفها بعينك اللي هي في الجنب اليمين اللي هي دي، والجنب الشمال اللي هي دي، هتشوف انهي واحده اقصر هتقيسها. خلاص لو انت قيستها لقيتها طولها من 16 ل 20 او اكتر، يعني في ناس برضو ممكن تلاقيها اكتر من 20، يعني انت قول من 16 ل 20 او اكتر، هو طبعا نادر تلاقي حد اكتر من 20، بس من 16 ل 20 ده معناه ان العظم طوله حلو، ساعتها تبقى كلاس 1 حاله سهله، لان البون الطقم هيبقى مسنود بكميه عظم كبيره. طب افرض انت قست في عيان تاني البانوراما لقيتها خلاص لا اسف اسف تايب 1 هيبقى اللي هو اكتر من 21 يا جماعه، ما انا زي ما قلت لكم تايب 1 اللي هو احسن حاجه مستوى العظم في اكتر حته قصيره اكتر من 21، يعني هو لو طلع لك 21 مللي في اكتر حته انت شايفها قصيره ده معناه ان هو كلاس 1، معناه ان البون سبورت طول العظم هيبقى حلو، ان الدنشر يبقى معمول حلو ويبقى ثابت في بق العيان. لو طول العظم 22 23 كل ده عندك كلاس 1. طب كلاس 2 او تايب 2 لو انت لقيته بين ال 16 لل 20 انت بقيت العظم اتاكل شويه بس ما اتاكلش قوي، يعني هو اقل من 21 لحد 16 4 مللي مش هيفرقوا قوي، هم هيفرقوا شويه عشان كده بقى ايه اوحش شويه بس مش اوحش قوي. طب لو تايب 3 من 11 ل 15 العظم قاعد يتاكل اكتر واكتر، بدل ما هو 21 اللي هو بتاع او اكتر في كلاس 1 او من 16 كلاس 2 لحد 16 كلاس 3، بيقولوا حضرتك من اول 11 ل 15 ده انت كلاس 3، يعني عندك العظم اتاكل جامد قوي، هتفرق معاك في ان الفيزيكال فورسز بتاعت الادهيجن والكوهيجن الحاجات دي هتبقى اوحش. كلاس 4 او تايب 4 هو العظم 10 مللي او اقل، يعني العظم يا دوب 10 مللي اللي هو سم، تخيل طول الفك بتاعك، حط اقف كده قدام المرايه وقول سبحان الله وقول الحمد لله، هتبص هتلاقي طول الفك بتاع حضرتك، اهلا وسهلا، هتبص هتلاقي طول الفك بتاع حضرتك ما شاء الله مش اقل من 3 4 سم. العيان ده تخيل بقول لحضرتك ان هو عنده طول الفك اللور اقل من 10 مللي، يعني طول الفك اللور اقل من سنتي، عارف السنتي ده قد ايه؟ حاجه لا تذكر كده، يعني السنتي ده هو طول الفك اللور بالظبط بنتكلم في قد كده، في اكتر حته طبعا مش في الفك كله زي ما قلنا، في اكتر حته قصيره انت شايفها. طيب يبقى احنا اتفقنا ده الهايت بتاع المندبل. خلاص المورفولوجي بتاعت المجزله زي ما اتكلمنا يا جماعه، خلاص شكل المجزله، تعال نكتب ماكسيلاري مورفولوجي او شكل المورفولوجي، يعني شكلها مجزله مورفولوجي، عايزين نجيب صوره المجزله من فوق. تعال نبص مع بعض، لا دي صوره احلى، بص عايزين نشوف المورفولوجي بتاع المجزله، المجزله مليانه تفاصيل عايزين نبص عليها، احنا قلنا اللور هنبص على الطول بتاع العظم، المجزله على الهيئه الهندسيه بتاعت المجزله المورفولوجي شكلها عامل ازاي. خلاص تايب 1 لو انا لقيت عندي الحاجات دي كلها يبقى انا تايب 1، لو حاجه ناقصه يبقى انا مش تايب 1. ايه تايب 1؟ موست فيفربل، اسهل حاله، عندي ليبيال اند بوستيريور باكر فيستيبيول ديبث ريزيست فيرتيكال اند هوريزونتال موفمنت، عندي طول في القدام وعندي طول من ورا، انا كده كلاس 1. هيفرق معايا في ايه؟ زي اللور مش هنتكلم، الطول هيخلي الطقم اطول وطالع والاسنان مسنوده احسن، اديهيجن وكوهيجن فيزيكال فورسز هتبقى احسن. اتنين باليتال مورفولوجي ريزيست هوريزونتال اند فيرتيكال موفمنت، يعني ايه؟ بص معايا البالت ده، البالت ده عندي زي العين ده، ده مثالي ليه؟ اللي هو زي اليو شيبت. طيب احنا عندنا ممكن البالت ده يبقى عامل ازاي؟ ممكن يبقى في شيب زي ما شفنا في الصوره قبل كده، في يعني تعال نكتب في شيب بالت، في شيبت بالت، بص معايا بص الفي شيب بالت ده طبعا ده عنده سنان، بس انا اعتبره ان هو خلع سنانه. بص هل ده هيدي لك ريزيستنس تو فيرتيكال؟ لا. هل عندك قاعده بالعرض تخلي الطقم ياخد سبورت حلو من البالت؟ لا. ليه؟ لان مفيش العرض بتاع البالت من جوه قصير قوي نتيجه ان الفيرتيكال ورز كبيره قوي، فالفي شيب بالت ده المورفولوجي بتاعه هيدي لك اسمه ايه ده؟ ستابيليتي، يعني هيمنع الطقم ان هو يتحرك يمين وشمال، نتيجه هيديك ستابيليتي عاليه جدا كمان، بس مش هيديك سبورت حلو ولا هيديك ريتنشن حلو. خلاص؟ فهي دي الفكره يا جماعه، ان ده مش مثالي، المثال اللي عند حضرتك زي ده اللي هو يو شيبت، يو شيبت. طب في عكس ده اللي هو الفلات بالت، اللي هو بدل ما هو طالع بزياده قوي عندك اللي هو الفلات قوي، ده هيدي لك
ريتنشن حلو قوي، او سبورت وريتنشن حلوين قوي، لان هو المسافه اللي بالعرضه هتبقى كبيره، بس تقريبا ما فيش مسافه بالطول، الريدج بالطول قصير قوي، الناس اللي تحت قليل، فده هيديك هيدهلت، ده هيديك ستابيليتي، لا مش هيديك ستابيليتي، فالفلات ده مش هيديك ستابيليتي. طب انت عندك المثالي ايه؟ هو المثالي اللي هو العادي، اللي هو اليو شيبت، اللي هو زي ده، بيدي لك الاثنين، عندك مسافه بالعرض كفايه وعندك مسافه بالطول كفايه، المسافه اللي بالطول اللي هي دي والمسافه اللي بالعرض اللي هي دي هتدي لك ريتنشن وتدي لك سبورت، والطول ده هيدي لك ستابيليتي. خلاص تعالى نرجع للشابتر بتاعنا. يبقى البالت المورفولوجي بتدي لك ريتنشن وسبورت وبريسنج والكلام ده كله، عندك ده تايب 1 اللي هو الحلو، نوع الحلو اللي هو زي ده يعتبر تايب 1 يا جماعه. خلاص طيب، سفيشنت تيوبروسيتي ديفينيشن تو ريزيست فيرتيكال اند هوريزونتال موف. احنا عندنا يا جماعه عارفين ورا حاجه اسمها ماكسيلاري تيوبروسيتي، الكورتين اللي ورا دول اسمهم ماكسيلاري تيوبروسيتي، لما الطقم بيعدي وبيغطيهم عاملين زي الكورتين. تعال نجيب صوره اوضح، نكتب ماكسيلاري، بص حضرتك معايا على التيبروستي ايدنشرس، عايزين نجيبها ايدنشرس اهي. بص عندك التيبروستي بيقول لك تايب 1، التيبروستي دي حاجه حلوه، التيبروستي عندك الكورتين اللي ورا دول بيقول حضرتك ايه فيهم؟ عند حضرتك التيبروستي عندهم ديفينيشن، يعني باينين وواضحين، تو ريزيست فيرتيكال اند هوريزونتال موفمنت، يعني حجمهم حلو كبار وبيسمحوا لك وبيدوا لك مقاومه زيهم زي البلت، بيقاوموا لك الفيرتيكال والهوريزونتال، يعني هي عريضه فبتدي لك سبورت وريتنشن، وفي نفس الوقت طويله لفوق نازله لتحت اكتر، فبتدي لك بتزود بتسند مع البلت، بتدي لك ستابيليتي. يعني انت عندك التيبروزيتي، تعال نكتب فلات تيبروزيتي، تعال نكتب فلات. بص مثلا معايا الفلات تيبروزيتي دي فلات تيبروزيتي، انت مش شايف الدورنيايه بتاعها، انت مش شايفها، فدي لا هتدي لك سبورت ولا ريتنشن ولا ستابيليتي، ولا هتمنع الحركه اللي بالطول ولا بالعرض، بس لما تبقى كوره كبيره ونازله لتحت زي الصوره اللي قبل دي هتدي لك سبورت وريتنشن وستابيليتي. فهي دي الفكره يا جماعه. يبقى احنا المجزله بنبص على كذا حاجه، قلنا هل في ليبيال وبوستيريور طول، بكر فيستيبيور ديبث، خلاص مناسب، الابر ديبث اللي هو عمق، يعني يعتبر طول زي المندبل، بس احنا في المندبل بنبص على الطول بس، بنقيس الطول، المجزله بنقيس الطول من بنقيس كذا حاجه، بنشوف المورفولوجي من ضمنهم الطول، بس ملهاش قياس محدد. لو انت بتبص لقيت ان الطول حلو قدام ملهاش قياس محدد زي المندبل، لو لقيت الطول من قدام حلو والطول من ورا حلو يكفي بالعينك كده بالخبره بالتقريب، معناه ان هي كلاس 1. لو لقيت ان البالت بتاع حضرتك يو شيبت ويسمح لك او بيمنع الحركه الفيرتيكال او الهوريزونتال برضو كلاس 1، لو لقيت ان التيبروس من ورا حجمها حلو بتمنع الحركه الفيرتيكال والهوريزونتال كلاس 1، لو لقيت الهاميلر نوتش اللي هما الاثنين اللي ورا التيبروستي واضحين وباينين في وتقدر انت، احنا بنحدد البوستيريور بوردر بتاع الدنشر بتاعنا عن طريق الهاميلر نوتش يا جماعه، تعال نكتب هاميلر نوتش، اللي بنحدد البوستيريور بوردرز بتاعتي عن طريق الهاميلر نوتش اللي هي الخط الازرق اللي المعلم عليه بالازرق ده. ففي لو انت شايف الهاميلر نوتش قدامك زي انت شوف باين قوي هنا، شايف خط باين، خط رفيع باين اهو ده، فالخط الرفيع ده لو انت شايفه معناه انك تقدر بسهوله تحدد ان هو ده البوستيريور بوردر، معناه ان الحاله سهله. في حالات بيبقى الهاميلر نوتش مش باين فيها، مش واضح فيها، ساعتها مش هتعرف تعرف انت هتقعد تمشي هنا ولا تمشي لورا ولا تمشي لقدام، لان الهاميلر نوتش عندك بتبقى مش واضحه. فميزه الهاميلر نوتش ان هي تبقى موجوده حاجه حلوه عشان اقدر اعرف النهايه بتاعت الطقم بتاعي فين. لو رجعت الهاميلر نوتش لو موجوده تقدر تنهي الطقم في المكان المثالي، لو رجعت الطقم لو الهاميلر نوتش مش موجوده ممكن ترجع الطقم ورا بزياده لان انت مش عارف تقف فين، فالعيان يبدا يرجع يبدا او الطقم يبدا يضغط على السوفت بالت، يدخل جوه السوفت بالت اكتر، الموفبل بارت بتاعت السوفت بالت هي اللي بتبقى ورا فيضغط عليها اكتر، فالطقم يقع بسهوله نتيجه ان هو بيتحرك مع حركه السوفت بالت. المفروض قلنا الطقم بيقف بالظبط عند الفاصل ما بين الهارد، اسف الفاصل ما بين الموفبل والايموفبل بارت بتاعت السوفت بالت. طب لو انت نهيته قدام شويه، لا يبقى انت كده مش هتعمل بوستيريور بالت ترسيل حلو، هيبقى قصير، مش هتعمل البوستيريور ريتنشن حلو، فانت لازم توقفه بالظبط عند الهاميلر نوتش. فعشان كده الهاميلر نوتش مهمه. اخر نقطه ابسنس اوف تراي اور اكزيستوزس، تعال نكتب تورس بالاتينس. تورس بص عند تورس بالاتينس دي، هل دي هتفرق معايا؟ ايوه هتفرق معايا. احنا قلنا بنعمل ريليف، فاكرين قلنا بنعمل ريليف للميديان بالاتاين رفيه. طب افرض الميديان بالاتاين رفيه العظم اللي حواليها كبر جامد قوي كده
وده طبعا اعتبره عيان خلع سنانه. هل العيان ده لما يجي يعمل طقم هتبقى الوضع سهل ولا صعب؟ لا هيبقى صعب، لان احنا متفقين ان انا عايز اعمل ريليف في الحته اللي في النص، عايز ابعد عنها. كون ان هي بقت كبيره قوي كده معناه ان انا عايز اعمل ريليف جامد قوي قوي وابعد عنها بطريقه جامده قوي قوي، فده هيصعب لي الطقم ولا مش هيصعب لي؟ هيصعب لي الطقم. اه هيصعب الطقم. يبقى انا الكلاس 1 ابسنس اوف تراي، انا مش عايز تراي او اكزوستوزز. التورس بتبقى في النص، اكزوستوزز بتبقى حته عظم زياده في اي حته في الحلق. يبقى انت لو ما لقيتش عندك اي عظم زياده او تورس بلاتينوس او اي عظم زياده الاكزوستوزز، دي حاجه حلوه ولا حاجه وحشه؟ دي حاجه حلوه، لان العظم زياده ده بيمنع ان الطقم تقدر تاخد سبورت من الحته دي، تضطر تعمل له ريليف، تضطر تبعد عن العظمه الناشفه دي لان هي هتبدا تعور العيان وتعمل روكينج في الطقم خلاص. فانت اي عظمه زياده غير، احنا متفقين ان احنا عايزين البالت بتاعنا يبقى فلات ويو شيبت، اللي هو سموث كده، عشان الاكريل بتاع الطقم او الدنشر بيز تقعد عليه مرتاحه. طب تخيل عندك انت حته عظم خارجه زياده هنا اهو، هل الطقم هيقعد بزياده مرتاح؟ لا، مضطر تعمل لها ريليف. طب لما تعمل لها ريليف مش كده هيبوظ التانج سبيس، اللسان موجود تحت، مش انت كده خدت من مكان اللسان وهيعمل مشكله في الكلام مع العيان لما يجي يحرك لسانه وهيلاقي مثلا اه هيعمل مشكله. فعشان كده يا جماعه عدم وجود التورس او الاكزوستوزس او الحاجات دي حاجه كويسه، ربنا يكرمك، انا بدور عليها خلاص. يبقى التايب 1 يا جماعه في المجزله قلنا عندي كمية عظم من قدام من هي المانديبل، مع الفرق ان انا عندي ليبيال وبوستيريور، يعني عندي انتيريور وبوستيريور بكر فيستيبيول، عندي طول عظم يكفي من القدام ومن ورا حلو ان انا اخد ريتنشن اه من غير ما اقيسه. المانديبل بنقيسه بالاشعه بانوراما. اتنين، عندي بانت المورفولوجي بتمنع الحركه اه بالطول وبالعرض اه، عندي تيبروزيتي بتمنع زي البلات اه، عندي هاميلر نوتش اقدر اوقف عليها الطقم من ورا اه، عندي ما عنديش اكزوستوزز او تورس بلاتينس اه. دول الخمسه في المجزله معناه ان انا كده 100 100 والدنيا حلوه وزي الفل، لازم الخمسه دول يبقوا موجودين عندي. طيب تايب 2 بقى لا، بدا يحصل فيه كومبرومايز، بدا يحصل فيه مشاكل، اللي هو ايه؟ لوس اوف بوستيريور بكر فيستيبيول. تعالى نكتب مجزله، مجزل ايدنشلس، مجزله بص معايا اه، بص ده دي مجزله متاكله يا جماعه اه. بص الله الصوره حلوه قوي، بص معايا انا هنا لو بصيت ورا، هل عند حضرتك طول عظم ورا؟ لا، الكريستوف ذا ريدج تقريبا في الفيستيبيول، يعني الحاله اللي قبل دي او الطبيعي ان ده يبقى طالع لفوق ونازل بالطول. بص هنا بيقول لحضرتك هنا ايه؟ اللوس اوف بوستيريور بكر الفيستيبيول، انت ما عندكش فيستيبيول ولا ورا، انت الكريست اوف ذا ريدج بالظبط جوه الفيستيبيول، ما عندكش هايت، ما عندكش عظم من ورا. يبقى انت كده بدات تخسر. هي طبعا الصوره دي اكستريم، بس انت هنا تايب 2 بدات تخسر فيستيبيول من ورا، يعني الطول من ورا مش مناسب. اتنين، باليتال فولت مورفولوجي ريزيست فيرتيكال، الاثنين هو هو، يعني انت حصل الباليتال فولت هي هي كويسه وزي الفل، بس ما حصلش فيها تغيير، يعني تايب 1 والتايب 2 هم خلاص. طب ثلاثه لا، بدا يحصل مشكله في الهاميلر روتش والتيوبروستي، بدا حجمهم يصغر زي هنا. بص التيوبروستي بقت فلات كده، بقى لا هتدي لك ريتنشن ولا سبورت ولا اي حاجه، والهاميلر روتش بدات تختفي. بص معايا كده ورا، هتلاقي ان اكن الميوكوزا مكمله، مفيش اي خط رفيع هنا، انت كده مش هتعرف تقف فين. فانت كده بقت كلاس 2 بدا، بس ما زالت موجوده، يعني ايه بورلي ديفايند؟ يعني هم موجودين بس مش واضحين قوي، يعني لو ركزت هتشوف الهاميلر نوتش مش زي كلاس 1 باينه وواضحه قوي. هنا التيبروستي موجوده بس مش كبيره وحلوه زي كلاس 1 خلاص. اربعه، اه عندك اكسوستوزز، عندك عظم زياده وعندك تورس بلاتينس، حته العظم اللي كنا شفناها في الصوره اللي فاتت زياده هنا كبيره، اراوندد اند نوت افكت، هي موجودين بس مش بيأثروا على الطقم من ورا، يعني هم موجودين بس مش حلوين وراوندد، يعني مش شارب، مش بيعوروا العيان، وحجمهم صغير ومدور وحلوين. هم دي عيب ولا حاجه ميزه؟ لا هي عيب، احنا قلنا مش عايزين اي حاجه تبقى في البلت، عشان البلت السيل بتاعي من ورا يبقى حلو والريتنشن والاستابيليتي تبقى حلوه، مش عايزين اي حاجه من ورا في البلت. هنا بيقول لك عندك حاجه موجوده في البلت بس مش حاجه وحشه قوي خلاص، يعني هي موجود عظم زياده بس مش حجمه مش كبير ومش شارب، مش بيشك العيان. عندك لا، عندك عظم مدور خفيف صغير خلاص، تعالى اعمل داير، بص مدور صغير حلو كده، دي مش هتاثر عليك في حاجه، بنعتبرها تايب 2. طب تايب 3 لا، لو انت عندك بقى بدل ما عندك لوس في احنا قلنا تايب 2
العظم. احنا دلوقتي بنقيس 5 حاجات في المجزله. تايب 2 كان البوستيريور، عظم البوستيريور فيستيبيول كان قصير. هنا في ال 3 الليبيال فيستيبيول هو القصير. طب ليه يا جماعه الاوحش يعتبر الليبيال الاقصر؟ لان يا جماعه انه في الغالب العظم بيتاكل من ورا اسرع من قدام. المجزله لو بصيت عند حد خلع سنانه هتلاقي الانتيريو، عارفين الاوكلوزال بلين، كل ما برجع لورا كل ما العظم بيطلع لفوق، فالعظم من قدام بيبقى نازل لتحت ومن فوق طالع لورا. فلو انت بدا يحصل تاكل العظم اللي ورا بيتاكل اسرع من قدام، لان قيمه العظم اللي قدام وكميه العظم اللي قدام في المجزله وانا باصص لها من الجنب اكتر. فاكرين لما قلنا الليبيا الاندر كات بتطلع لورا كده؟ فانت لما العظم يبدا يتاكل من قدام ومن ورا هيتاكل من ورا اسرع لان كميه العظم من ورا اقل، فبيبقى عندك لوس اوف بوستيريور فيستيبيول قبل اللوس بتاع الليبيال فيستيبيول. فانت لو عندك لوس اوف ليبيال فيستيبيول دي بقت مصيبه، لان انت ده معناه انه في الغالب بقى عندك لوس في البوستيريور برضو، بس مش شرط. بس انت لو لقيت لوس في الليبيال ده معناه ان العظم متاكل بقوه، فعشان كده الدرجه الاخف هي البوستيريور لان العظم كده كده ورا بيبقى قليل. لو لقيت ان اللي قدام متاكل اكتر واكتر، لا دي بقت الحاله اصعب، بقت حاله كلاس تايب او تايب 3 خلاص. هنا بقى بدا البالاتال، احنا قلنا في 1 و2 البالاتال فولت اللي هي الزاويه بتاعت البالات حلوه وجميله، هي يو شيبت. هنا بقى عندك في مشكله، يا اما بقت في شيبت او بقت فلات خالص، بتاثر او بتعمل مينيمال ريزيستنس للفيرتيكال والهوريزونتال فورسز. يعني العيان وهو لابس الطقم المورفولوجي بتاعه عنده لو في شيبت او فلات كده، الحركه بتاعت الطقم هتبقى اكتر، لان العيان لما يجي يندغ ما عندوش طول في لو عنده فلات فولت مش هيبقى عنده طول، لو عنده في شيبت فولت مش هيبقى عنده عرض، اسف هيبقى عنده طول بس مش هيبقى عنده عرض، يعني هيبقى عنده مقاومه ناحيه يمين وشمال، الطقم هيبقى ستيبل بس الطقم قاعد على انكلايند بلين، انكلايند بلين يعني قاعد على سطح معوج، فلما يجي يندغ الطقم الريتنشن هتقل، ان هو الطقم مش قاعد على 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 حاجه فلات، قاعد على حاجه مايله. هي الاستابيليتي بتاعته حلوه بس السبورت بتاعه وحش قوي، زي انت لما تقف على 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 ارض صلبه وخط مستقيم ولا تقف على ارض مايله خلاص. فدي تايب 3 بدا يحصل عندك مشكله في البالاتال فولت. بدا يبقى عندك التورس او الاكزوستوزز خلاص موجوده خلاص، بس ما بتاثرش برضو، هي هي يبقى تايب 3 هي هي التايب بي اللي هي عندك برضو بالاتال تورايو اكزوستوزز خلاص بس ما بتاثرش. طيب 4 عندك بقى هايبر بلاستيك موبايل انتيريور ريدج. انت كون ان حضرتك بقى عندك لوس اوف ليبيال انتيريور ليبيال، المفروض النقطه دي تبقى بعد دي 4 على طول بعد 1. ليه؟ كون ان انت العظم اتاكل من عندك من قدام، فمعناه ان الميكوزا بقت نسبيا تخنها اكتر من العظم. يعني احنا عارفين عندنا الميكوزا الجلد بيغطي العظم من تحت، فلما العظم المجزله يتاكل من قدام بيتبقى كميه ميوكوزا اكتر، فالميوكوزا عندك بتبقى هايبر بلاستيك، كميتها بتلتهب اكتر واكتر وحجمها بيكبر نتيجه تاكل العظم. يبقى نقطه رقم 1 ورقم 4 نفس الحاجه دي، رد فعل ان لما من قدام الليفيال فيستيبيول راح اللثه من قدام بقتش مسنوده بعظم، فالعيان بقى يضغط عليها جامد بقت تلتهب جامد، فبدات تبقى هايبر بلاستيك، بدات تبقى هتتخن يعني اكنها فيها ورم، تورم وتتخن لفوق خلاص. ودي دي هيبقى مشكلتها ايه؟ هتقول لي ما هي كبرت طولت لي حجم الفك، هقول لك لا، هي كبرت زي اكنها زي البالونه. هل لو انت قعدت على البالونه اللي هتقعد تعرف تقعد عليها؟ لا، لان البالونه من جوه هوا. نفس الفكره هنا، الهايبر بلاستيك تيشو ده مش جواها عظم، اللثه التهبت وكبرت بس جواها هوا، فلما الطقم يجي هو طول زاد بس طول كذاب. يعني لما العين يجي يمضغ على الطقم، الطقم هيبقى بيتحرك، الميكوزا هتتحرك جامد قوي لان مفيش جواها عظم، فالطقم هيقع من مكانه. عشان كده دي بتعتبر تايب سي يا جماعه. ريدكشن اوف ذا بوست مالر سبيس باي كورنويد بروسيس ديورنج مانديبولا. احنا عارفين ان في عندنا ورا، تعال نكتب مالر سبيس، المالر سبوس المالر مالر بون يا جماعه، اللي هي العظمه مالر سبيس تيس، المالر يا جماعه هي العظمه بتاعت الخد اللي هي الورا دي. بص العظمه اللي ورا هي العظمه بتاعت الخد، بتبقى باينه بره البق، هي انا عايز اجيب لك صورتها بره البق، دي المالر بون. نجيب ناخد الست دي بس اتحمل الصورة، يلا حملي الصورة. طيب مش مهم تحمل الصورة، هناخد يا جماعة بصوا الست دي المالر بون هي العظمة دي يا جماعة، دي العظمة عملها لك بالأحمر
هي العظمه دي بتبقى من بره بحسها ومن جوه بحسها. لو انت عند حضرتك المالر بون دي عندنا حاجه اسمها كورنويد بروسيس. يعني ايه ده؟ ايه علاقه الكورنويد بروسيس بالمجزله؟ ليه ايه ده؟ هو مش كورنويد بروسيس ده تبع المندبل؟ هقول لك اه. تعال نكتب كورنويد سيس. بص معايا، لو عند حضرتك الكورنويد بروسيس اهو، الكورنويد بروسيس وهو بيفتح لتحت العين، وهو بيفتح بقه، ادي كورنويد بروسيس معمول بالاحمر ده. الكورنويد بروسيس والعيان بيفتح بقه بيمشي قريب من المالر بون، خلاص. فلو عندك المالر بون اثرت على الحجم بتاع الكورنويد بروسيس، يعني ايه المساحه، انت وانت بتفتح بقك حط صباعك، انت دلوقتي وانت قاعد حط صباعك فوق في الفك اللي فوق ورا خالص جوه بقك، يعني حط صباعك في الحته دي لفوق اكتر، يعني انت حطه من ورا اسنانك فوق خالص وافتح بقك، هتلاقي صباعك بيطلع بره بقك عشان الحاجه بتزقه، اللي بيزقه هو ده الكورنويد بروسيس. فانت عارف ان الكورنويد بروسيس بيبقى قريب قوي من المجزله ساعه وانت بتفتح وبتقفل بقك. فلو عندك الحته دي وصغيره نتيجه البالر بون ضغط عليها، ايه اللي هيحصل يا جماعه؟ ان الطقم من الابر هيخبط في الابر دنشر، اكنك حاطط صباعك ورا البوستيريور بوردر بتاع الابر دنشر عند التيوبروستي، هتخبط في الكورنويد بروسيس والعين بيفتح بقه. ساعتها ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي العين وهو بيفتح بقه الطقم الابر بيقع، دي هتبقى مصيبه. اه دي مصيبه خلاص. فدي بنعتبرها حاجه تايب سي، حاجه مصيبه، مشكله كبيره. طب تايب دي بقى خلاص بقى الدنيا متدمره. لا ده انت عندك لوس في الانتيريور يعني في البكال او في الليبيال والبوستيريور. فاكرين لما قلنا في الليبيال بس او هنا في البوستيريور بس؟ لا انت عندك هنا في الاثنين. ثلاثة الفولت ما فيهاش اي حاجه، صفر. احنا قلنا فوق مينيمال، يعني موجوده بس تسمح مينيمال ريزيستنس، يعني في ريتنشن وستابيليتي بس قليل. هنا ما فيش اي ريتنشن ولا ستابيليتي، الفولت شكلها وحش قوي خلاص. مجزله اه عندك هنا بقى اكزوستوزز خلاص، بس كبيره، يا اما حجمها كبير يا اما شارب يا اما عامله اندر كات. يعني فاكرين قلنا كانت الاول بتبقى مدوره وصغيره؟ لا هي هنا مدوره وكبيره فعامله لك اندر كات، فانت مش هتعرف تعمل لها ريليف، لازم تعمل عمليه وتشيلها خلاص. هايبر بلاستيك نفس اللي فوق، انتيريور ريدج وبروميننت انتيريور نيزل سباين. تعال نكتب انتيريور نيزل سباين ده يا جماعه. الانتيريور نيزل سباين انتيريور عند حضرتك كلنا عندنا انتيريور نيزل سباين. الناس اللي عندها اسنان او كلنا المفروض لما لو مش هنحس الانتيريور نيزل سباين، اللي هو السنان تبقى خارجه لبره قوي خلاص، اسنان خارجه لبره قوي، الانتيريور نيزل سباين اللي هو ده. بس العيان عنده بون ريزوربش، احنا قلنا التايب 4 بقى اللي هو العظم اتاكل بالطول من قدامه ومن ورا في المجزله، وكل المجزله بقت قصيره وداخله لجوه، بقى ايه اللي بقى العظم ده كله اتاكل، فبقى ايه اكتر حته بره ما اتاكلتش اللي هي الحته دي انتيريور. فعندك الانتيريور نيزل سباين بقى هو اكتر حته لبره، دي بقت مصيبه خلاص. فانت ده في التايب دي، هو التايبات اللي فوقي بس بزياده قوي ما عدا التايب دي. طيب ماسل اتاتشمنتس يا جماعه، احنا اتفقنا ان المانديبل فيه حاجتين، في طول بنقيسه بالاشعه البانوراما في اكتر حته قصيره اللي هو فوق ال 21 او من 16 ل 20، ما تحفظش انت لو عرفت ال 21 قلل كل مره قلل منها اربعه خلاص، عشان تجيب التايب 1 ولا 3 ولا 4. هنا بقى عندنا الماسل اتاتشمنت العضلات، انت الطول غالبا في المندبل يا جماعه طول العظم بيبقى ليه علاقه بمكان العضلات، بس ممكن عند ناس يبقى عندها الماسل اتاتشمنت طالعه لازقه فوق. يعني ايه؟ يعني تعال نكتب ماسل اتاتشمنت مندبل. بص معايا، ممكن ناس اهو، ممكن عند حبه ناس العضلات اماكن الاناتوم بتاع العضل، يعني احنا قلنا في هنا انترنال اوبريك ريدج وحاجات وعضلات ماسكه في الفك، ممكن الطول يبقى مناسب بس العضلات تبقى ماسكه في مكان اعلى من العادي. فالى جانب ان طول المندبل بيفرق معايا، العضلات مكانها فين؟ كل ما العضلات كانت لتحت كل ما كانت الدنيا احسن عندي، كل ما العضلات قربت من فوق كل ما حركه العضله كل ما العضلات طلعت لفوق كل ما العضلات هتبقى قريبه من البوردر بتاع الطقم، وكل ما حركه العضلات دي هيزق الطقم من مكانه اسهل. فعشان كده يا جماعه لازم نبقى عارفين ان الماسل اتاتشمنتس بتفرق معايا في المندبل اكتر. الحمد لله. اكتر حاجه عندنا تايب 1 اه، تتوقع بقى ان العضلات تحت قوي مش مقصره خالص. تايب 2 لا، اتاتش ميكوزا اه مثلا اتاتش باند بالودي اتاتش ميكوزا بيز ان اوريجين اه، العضله البون ريزوربشن بدا يبقى جامد قدام في المندبل. تعال نجيب صوره مندبل ايدنشرس مندبل، يبقى واحد الدنيا ايدنشرس مندبل
اهو ده اظن يعتبر ون يا جماعه. العظم كبير وحلو وبعيد، بص العظم كبير وحلو وبعيد وطالع لفوق، والعضلات كلها تحت بعيده عني، انا عندي طول مناسب. طيب تو انت عندك، لا عندك الاتاتش ميكوزا او كيراتينايزد ميكوزا خلاص موجوده في كل الاماكن ما عدا الحته دي. يعني ايه؟ يعني العظم بدا يتاكل عندك من الحته دي العظم، لان العيان لما بيخلع يا جماعه اسنانه بيبدا ياكل من قدام، يعني اقرب مسافه اللي فوق واللي تحت قلنا العظم من ورا بيبقى قليل، من قدام بيبقى كتير في المندبل والمجزله، فالعيان بيندو على الحاجات دي، بيحرك فكه اللي تحت لفوق قوي عشان يخبط المجزله من قدام، فالبون ريزوربشن هنا بيبقى اعلى. فانت ممكن تلاقي ان الكارتينايز ميكوزا هنا التهبت وبدات تتاكل نتيجه ان العيان بياكل على الحته دي اكتر. ده انت كده بقيت تايب 2 اللي هو اقل شويه، احنا قلنا تايب 1 اعلى حاجه. طيب تاني حاجه المنتاليس ناصل اتاتشمنت نير كريستو، قريبه، انت عندك في عضله هنا اسمها المنتاليس خلاص بدات تقرب، يعني بدل ما هي كانت تحت بما ان العظم بدا يتاكل من فوق، لا ده العضله قربت لفوق شويه بس لسه بعيده عن الالفيولار كريستريدج. طيب تايب 3 لا انت الميكوزا بدات تتاكل جامد قوي ما عدا اتاتش ميكوزا بيز، او اتاكلت جامد قوي في كل حته خلاص، يعني اسف اتاكلت في الانتيريور بكال واللينجوال. هنا في التايب 2 كان الميوكوزا نان كيراتينايزد عشان العيان كان بياكل على الحته دي، اتاكلت من بره بس. طب في التايب 3 لا دي اتاكلت من قدام، من بين الكراين للكراين الحته دي بس، من الليبيال ومن اللينجوال اتاكلت. انت كان هنا في الاول كان عندك كيراتينايزد ميوكوزا ناحيه اللينجوال سليمه، طيب في اللي هو التايب 2، تايب 3 ما عندكش ولا كيراتينايزد ميوكوزا، الطقم مش هيعرف يسند نفسه خالص، وعندك الجينيو كلوسس والمنتاليس ماسل قربوا اكتر واكتر. في الاول كان في التايب 2، تايب 1 ما كانش عندك اي عضله قريبه، تايب 2 المنتاليس بس خرجت او قربت، تايب 3 المنتاليس معاها الجينيو جلوستس قربوا لان العظم بدا يتاكل. 4 ما عندكش اتاتشد ميكوزا او كريتينايز ميكوزا غير في الحته اللي ورا بس، يعني كل ده احنا كنا في 1 كلها حلوه، 2 الليبيال اتاكل، 3 الليبيال واللينجوال، 4 الليبيال واللينجوال بتاع الانتيريور، ورجعنا لورا عند البريمولر ما عندكش غير اتاتشد ميكوزا اللي هي القويه غير البوستيريور لينجوال، ده كمان البكل بتاع البوستيريور اتاكل، يعني عندك كل ده، كل اللي بالاحمر ده ما فيهوش كيراتينايزد ميكوزا، التهبت واتاكلت، الحاجه الوحيده اللي لسه موجوده اللينجوال بتاع البوستيريور خلاص. طيب ميكوزا البيز ان اول ريجنز از ديتاتشد، ما عندكش اي ميكوزا خلاص. طيب ايه بقى اللي هو ما عندكش اي ميوكوزا في اي حته، كلها نون كيراتينايز ميوكوزا، كلها لسه زي اللي عندنا، لو حطيتها هتحط صباعك كده على اللسه اللي تحت في بقك هتحس ان هي ضعيفه ومش هتستحمل ضغط صباعك. تخيل بقى انت عايز تحط كومبليت دنشر لعيان اللسه الكيراتينايز اللي هي موجوده حول الاسنان اتاكلت كلها، والمفروض ده يستحمل طقم بياكل عليه وبيعمل كل حاجه عليه، هل العيان ده هيقدر الطقم هيقدر يعمل ضغطات؟ لا خلاص. طيب تعال نكمل الكلاسيفيكيشن بتاعنا. طيب الكلاسيفيكيشن ده احنا قلنا بنبص على حاجه حاجه ازاي يا جماعه، احنا بقى عايزين نربط الكلام ده، عايزين نربط، احنا اتكلمنا، انا اسف لسه المجزيلو، المجزيلو مانديبولار ريليشن شيب هنقولها، احنا قلناها لو كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3 خلاص، قلنا كلاس 1 شرحناها في اول فيديو، قلنا ال1 اللي هو المجزله سابقه حاجه خفيفه، 2 ان المانديبل ورا قوي او المجزله اللي بره قوي، 3 المانديبل هو اللي بره والمجزله هي اللي جوه خلاص. طيب تعالى بقى نبدا نوحد الكلام ده يا جماعه، عايزين نوحد الكرايتيريا اللي احنا قلناها دي مع بعض، عايزين نقول ايه؟ عايزين نقول بقى الحاله، احنا دلوقتي قلنا كلاس او جريد 1 او تايب 1 او جريد مش هتفرق في كل، قلنا في الهايت، قلنا في المورفولوجي بتاعت المجزله، قلنا في المصل اتاتشمنت بتاع المندبل، قلنا في كلاس 1 ولا 2 ولا 3. طب عايزين بقى نوحد الاربعه دول، امتى بعتبر الحاله كلاس 1؟ بعتبر الحاله كلاس 1 لو انا لقيت احسن حاجه في كل حاجه، يعني لو لقيت العظم بتاع الفك المندبل اكتر من 21 في اقصر حته موجوده، زي الى جانب ان انا لقيت المورفولوجي بتاعت المجزله تايب 1 وحلوه، الى جانب ان انا لقيت الماسل اتاتشمنتس بعيده اللي هي تايب 1 او 2 ماندبل. ليه تايب 1 او 2 هنا؟ لان الماندبل في الغالب بيبقى فيه مشكله فعند كل الناس، فحتى لو لقيتها تايب 2 في الماندبل عشان ما تحفظش، حتى لو لقيتها تايب 2 في الماندبل لسه بتعتبر كلاس 1، الحاله على بعضها بتعتبر كلاس 1 لان الماندبل على طول بيبقى فيه مشكله يا جماعه. وكلاس 1 مولر ريليشن شيب تاني، يبقى انت لو لقيت احسن حاجه في كل حاجه اللي هو طول الفك العضلات اللي احنا مش هنقعد نشرحهم تاني، انت كده بقيت كلاس 1. طب افرض لقيت عندك عظم الفك اصغر شويه من 16 ل 20، عندك لقيت اللي اسمه ايه ده المورفولوجي بتقاوم خلاص تايب 1 او 2 ماكزيلا، هنا بدات تبقى 1 او 2، او لقيت العضلات برضو موجوده بس تاثيرها اقل تايب 1 او 2،
ولقيت برضو كلاس 1، بس لقيت بقى فيه عوامل صغيره. يعني ايه عوامل صغيره؟ يعني عندك هي دي تعتبر كلاس 1، يعني كلاس 2 هي الكلاس 1، مع الفرق ان العظم بتاع الفك اصغر بتاع المندبل اصغر شويه، بدل اكتر من 21 بقى من 16 ل 20، الى جانب ان عندك الماينور موديفاير. يعني انت اكتب ان كلاس 2 هي كلاس 1 ما عدا طول عظم الفك زي ما اتكلمنا عليه، زائد الحاله الصحيه بتاعت العيان. عيان عنده مرض صحي هياثر على الطقم، بس مرض صحي يقدر يتحكم فيه زي السكر. يعني لو انا عنده سكر يقدر، ده هياثر عليا في ايه؟ هياثر عليا ان الحاله هتبقى صعبه، ان العيان كل شويه هيجي اعمل له ريلايننج. فدي حاجه اسمها ماينور موديفاير. يعني هي الكلاس 2 هي كلاس 1، ما عدا العظم بتاع المندبل اقصر شويه والعيان عنده حاجات بتاثر على الصحه بتاعه الطقم. طب عندنا حاجه اسمها، دي صور طبعا بنتكلم في صور، عندنا حضرتك حاجه اسمها كلاس 3، العظم بتاع المندبل اتاكل اكتر واكتر. العيان ده ممكن 1 و2 كانت الدنيا تمام وزي الفل، 2 اوحش من 1 بس الدنيا كويسه وزي الفل. طيب عندنا حاجه اسمها كلاس 3، الكلاس 3 الدنيا بدات تبقى اوحش من كلاس 2، وفي الغالب محتاج عمليه جراحيه قبل ما اعمل بروسيسس غالبا عشان اقدر اسمح. ليه؟ عيان عنده طول العظم قصير شويه، قصير قوي من 11 ل 15، قلنا بنقيسها بالبانوراما، او شكل الفك الابر مينيمم اللي هو بيدي لك اقل حاجه، يعني هو بيدي لك سبورت وريتنشن بس قليل قوي، اللي هي تايب سي ماكزيلا. وعندك العضلات بدات تبقى قريبه قوي وبدات تاثر على الريتنشن والاستابيليتي. وعندك الكلاس 1 او 2 ممكن تبقى بقى 2 او ممكن تبقى 3 عادي، او حالات محتاجه تدخل جراحي. يبقى لو انت عندك حاجه في الحاجات دي، واحد ممكن يسالني يقول لي طب يا دكتور افرض لو انا عندي العظم اللي هو المندبل واكتر من 21 اللي هي كلاس 1، بس عندي التايب سي ماكزيلا. يعني انا لو عندي، احنا اتفقنا ان كلاس 1 عندي المفروض المجزيل المندبل يبقى طوله اكتر من 21 والمجزيلا تايب 1. طب افرض انت عندك الاثنين مع بعض، يعني عندك تايب سي ماكزيلا زي هنا تايب سي ماكزيلا، بس عندك طول المندبل كبير من واحد اكتر من 21، ساعتها هتبقى كلاس 1 ولا كلاس 3؟ يعني لو عندك عنصرين مشتركين في اتنين كلاسز مختلفه بناخد بالعنصر الاوحش. يعني لو عندي كل حاجه كويسه بس حاجه واحده وحشه بناخد الكلاس الاوحش. يعني لو لقيت عندك كل حاجه كويسه بس تايب سي ماكزيلا وبقيه الحاجات كويسه هتبقى كلاس 3، لو لقيت عندك التايب اي ماكزيلا وكلاس 1 مولر ريليشن شيب والعضلات بعيده وكل حاجه تمام، بس مثلا لقيت المندبل طوله قصير قوي زي من 11 ل 15 بقت كلاس 3. يبقى انت بتعرف كل الحاجات اللي بنقسمها، وبتاخد لو في تضارب في الكلاسز بتاخد الحاله الاوحش خلاص. وزائد قلنا كلاس 3، قلنا 2 هي 1 مع فرقين، 3 اوحش واوحش في العظم، اوحش واوحش اللي هو تالت حاجه تايب سي، دي كلاس 3 اللي هو تايب سي ماكزيلا. عندك العضلات بدات تاثر على الريتنشن ستابيليتي بتاع اللور، عندك كلاس 2 او كلاس 3 ماكزيلا او مندبل ريليشن شيب، وعندك العيان محتاج تدخل جراحي، يا اما تحط له عنده التهابات في اللثه او عنده اي مشكله محتاج تشيلها، عنده قرح محتاج تشيلها بعمليه، عنده ورم في اللثه، عنده اي حاجه محتاجه تدخل جراحي بس خفيف مش جامد، عندك مشكله في العظم، عندك العظم فيه اندر كات. فاكرين لما قلنا العيانين ممكن يكون عندهم اندر كات كبيره، كافيتي بتاعه الامالجم قلناها، احنا دي مش عايزين اندر كات بس خفيفه، يعني بدل ما الاندر كات تبقى كده تبقى كده. لو الاندر كات كبيره قوي ساعتها انت ممكن تحتاج تعمل الفيولوتومي او تعمل تدخل جراحي عشان تقلل الاندر كات. دكتور الجراحه بيفتح بيشيل العظم من هنا بحيث ان العظم بدل ما هو يبقى كده بيبقى طويل كده، لا بيبقى قصير والاندر كات بتكون قلت علشان الطقم يقدر يدخل خلاص. سنجل امبلانت بليسمنت نو اوجمنتيشن، محتاج انك ممكن حالات زي دي تسند الكومبليت دنشر بتاعك بالزرعه، تحط زرعه عشان تزود الريتنشن بتاعك خلاص. او مالتيبل اكستراكشنز، انت محتاج تعمل خلع كتير قوي عشان تعمل ايميديت دنشر بليسمنت. يعني انت محتاج حاله ايميديت دنشر، دي هتبقى حاله صعبه يا جماعه. يبقى انت لو عيان عنده، دي يعتبر تدخل جراحه، ده اسمه بريبروستاتيك سيرجري. فاكرين شابتر بتاع الايميديت دنشر قلنا بنخلع السنان كلها في يوم واحد، وقلنا الطقم بيبقى اصعب، فالطقم الايميديت دنشر بيعتبر حاله تايب كلاس 3، حاله صعبه مش اي واحد لسه متخرج او اي طالب يقدر يشتغلها خلاص. عندنا برضو عوامل تانية، ليميتد انتر ارش سبيس، يعني انت عندكش مشكله في اي حاجه تانية بس ممكن يبقى عندك مشكله في ان الفرق بين الفك العلوي والسفلي، الفك يعني عندك المجزلة والمندبل، الفرق ما بين الكريست اوف ذا ريدج من هنا لفوق اقل من 20 مللي خلاص.
من 18 ل 20. طب هتخسر ايه؟ هتخسر ان حضرتك ما تنساش ان عندك سنان في الابر عايز تحطها ليها طول حوالي 7 8 9 مللي، عندك سنان لور نفس الوظيفه، يبقى الابر واللور طول السنان لوحده هيبقى حوالي 15 16 مللي. المفروض لسه الاسنان دي بتبقى قاعده على حاجه اسمها دينشر بيز. الدينشر بيز ده بيبقى ليه سمك برضه، فانت لو حسبت الطول المتوفر انك تعمل طقم ابر ولور او تعمل تركيبه للعيان ده فوق وتحت، مش هيبقى عندك طول مناسب، لان الفك اللي فوق قريب قوي من الفك اللي تحت، الانتر ارش سبيس ما بينهم قليل قوي، فساعتها دي تعتبر حاله صعبه. عيان عنده مشكله نفسيه او حاجه التهاب او حاجه زيروستوميا، عنده حاجه قويه ممكن تاثر على الطقم. العيان عنده زيروستوميا قلنا مش هيبقى عنده لعاب، قلنا مش هيبقى عنده اديجن وكويزن ولا سيرف استنشن، فده بيبقى في كل ده في تايب 3. خلاص تي ام دي عنده مشكله في الفك، الفك عنده بتلتهب ولما بيعض بيبقى متالم، فدي برضه هيلبس الطقم مش عارف يلبسه، اللي عنده مشكله جوه الفك. تمبرو مانديبولار ديس اوردر، عنده لسان كبير، اللسان الكبير ده هيزود الطقم يتحرك من مكانه بالذات اللور. هايبر اكتيفيتي جاج، عيان بيرجع، عيان كل ما يلبس الطقم الطقم من ورا بيخليه يرجع، فده عيان يعتبر كل ده كلاس 3. طب كلاس 4 يا جماعه اللي هو بقى يعني 3 كانت حالات مدمره ومش اي حد يشتغلها، تخيل بقى 4 بقى ده اللي هو الحاله صعبه جدا 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 والدنيا متدمره، يعني مش اي يعني نادر ما تلاقي حد حتى يقدر يشتغلها، وحتى لو اشتغلها غالبا الطقم مش هينجح. عندك العظم اقل من سنتي سنتي او اقل، اوف. عندك التايب دي مجزل، مفيش ما بتديلكش ولا اي هورزونتال ولا يعني ما بتديلكش اي ريزيستنس لاي حاجه، ضعيفه جدا. عندك العضلات بدات تبقى كريست اوف ذا ريدج، العضلات بقت بدل ما الطول هنا كان حلو العضلات بقت قريبه قوي من فوق، فكده كده الدنشر هيخبط فيها، فكده كده الدنشر هيتحرك من مكانه. دي حالات صعبه، الحالات دي ممكن يحتاج ان هو يفتح ويبعد العضله ويقص العضله موال كبير، يعني ما حدش بيعمل كده دلوقتي. خلاص عندك كلاس 2 او كلاس 3 بس ممكن تبقى سيفير بقى، اللي هو السنان بعيده قوي او قريبه قوي. خلاص عيان عنده مشاكل محتاجه تدخل جراحي قوي، عنده بقى حاجات بزياده بقى، عنده العظم قليل محتاج يزرع عظم، عنده مفيش سوفت تيشو محتاج ان هو يشيل يا اما يحط كيراتينايز ميكوزا. هتقول لي هنجيب منين كيراتينايز ميكوزا؟ هقول لك من البالت، بنعمل حاجه اسمها فري جينجيفال جرافت، بناخد حته من البالت على البالت الكيراتينايز ميكوزا فيه حلوه وكتير، بناخدها وبنزرعها تحت على المانديبل، بتتعمل بتتعمل. خلاص كل دي عنده هيستوري اوف باراسيزيا، تمميل او ديسيزيا اللي هو كل ما يضغط على اسنانه بيحس بتمميل او يضغط يحس بوجع، فده مش هيعرف يلبس الطقم. ما عندوش اي انتر ارش سبيس العظم، قلنا في الحاله اللي قبل دي الاوحش كان من 18 ل 20، هنا ما فيش اصلا انتر ارش سبيس، الابر خابط في اللور جامد قوي، ساعتها لازم يعمل تدخل جراحي. عنده كونجنيتال ماكسيلو فيشل ديفكت، عنده لا قدر الله كان عنده سرطان او حاجه، فحجم الطقم اللي فوق هيبقى اكبر، يعني لو عيان عنده كان عنده سرطان في المجزله شال جزء من المجزله، فالمفروض الكومبليت دنشر بتاع الابر يملى مساحه الطقم ويملى المكان بتاع السرطان، فطبعا هيبقى الريتنشن ضعيف قوي لان وزن الطقم بقى كبير قوي. فالحالات العيان اللي عنده ماكسيلو فيشل ده بنعتبره تايب 4، حاله صعبه جدا. ماكسيلو مانديبولر اتاكسيا ان كوردينيشن، مش عارف يحرك الفك بتاعه كويس، عنده مشكله في حركه فكه، يعني عنده مرض اسمه اتاكسيا يا جماعه، ان هو ما عندوش توازن في الحركه او مش عارف ينظم حركه الفك، فده بيعتبر تايب 4. التنج قوي قوي وبيحرك جامد قوي قوي، وما بيخلي اللور ما يدخلش في مكانه، بيرجع العيان بيحس بالقيء بطريقه بقوه قوي حتى وهو بياخد دواء. التايب 3 كان عنده بيحس بالقيء بس من غير ده، هايبر اكتيف جاج ريفلكس، ما جبناش سيره الدواء. طيب 4 لو حتى وهو واخد دواء بيبقى عنده جاج ريفلكس، في ادويه بتقلل شعور بالغثيان او ان انت عايز تعمل قيء او ترجع. ريفراكتوري بيشنت، العيان اللي عنده انت عملت له العلاج وعالجته حلو ومازال بيشتكي، ده نعتبره تايب 4. يعني افرض عيان راح لدكتور عمل طقم، في عيان اللي هو بيبقى صعب قوي انك ترضيه، خلاص عمال يشتكي من الطقم مع انه راح لدكتور تركيبات ومتخصص في تركيبات ودكتور شاطر، بس مشي عمال يقول يا دكتور انت الطقم مش عاجبني، فده يعتبر مع انه ما عندوش مشكله صحيه او حاجه، بس العيان ده هيعمل لك سمعه وحشه او مش هيلبس الطقم، فانت تعتبر فشلت في علاجه، فده يعتبر في اسمه ريفراكتوري بيشنت يا جماعه، فده نعتبره تايب 4 اللي هو اوحش انواع العيانين. خلاص فده بيبقى نفسيا هو مع مريض نفسي ان هو متخيل ان الطقم ده هيبقى بالظبط زي الاسنان وده حاجه عمرها ما هتحصل. خلاص هنا بقى بيقول لك اتكلمنا بقى ايه اسباب اتكلمنا في الاول
ليه، استفدت ايه انت من الكلاسيفيكيشن سيستم. خلاص قلنا البيئه دي بتفرق معايا، ان انت بتقعد تسال الاسئله دي علشان تعرف هل انت هتقدر تعالجها ولا لا، هل هتقدر تلتزم بالخطه العلاجيه، هل هتقدر تعالج الحاجات دي، هل محتاجه تدخل جراحي الحاله، هل انا محتاج ان انا ابعتها لدكتور جراحه او دكتور علاج لسه يزرع له عظم او يزرع له سوفت تيشو. خلاص فدي كله، ده كله كلام عام عام يا جماعه. ادي هي الليست بتاعت كلاس 1 و2 و3 و4 بتاعتك، قلنا لو لقيناها 1 في 1 مثلا في كله ما عدا حاجه 2 وحاجه 3 بتعتبر كلاس 3، هي بتتاخد بالكلاس الاوحش. مش انت مش شرط تلاقي كل الكلاس 1 موجود مع بعضه، لا هتلاقي حاجات 1 وحاجات 2 وحاجات 1 وحاجات 2. لو لقيت حاجه واحده 3 هتبقى كلاس 3، لقيت حاجه واحده 4 هتبقى كلاس 4. فهمت قصدي؟ يبقى انت دي ورقه بتلخص، ممكن تبص عليها تشوفها انت تراجع الكلاسيفيكيشن بتاعك. خلاص فهنا دي اسئله عامه بتبدا تسالها، والله لو الريزيديوال ريدج يعني ده ملخص للاسئله، بتقعد تسالها لنفسك او تسال العيان بيها عشان تعرف، او تبص عليها في الاشعه وتسال بيها الدكتور عشان تعرف هو كلاس تايب 1 ولا تايب 2 ولا تايب 3. خلاص يا جماعه، طيب نبدا نرجع بقى للتوبيك بتاعنا اللي هو نفسه كلاسيفيكيشن. احنا اتكلمنا قلنا في عندنا في من ضمن كلاسيفيكيشن كلاس 1 ولا كلاس 2 ولا كلاس 3. قلنا كلاس 1 يا جماعه هو الاحسن لان انا بقدر ارص السنان في اوكلوجن حلو. طب تخيل انت بقى عندك مشكله في السنان، عندك عيان كلاس 2. تعال نكتب كلاس 2 ايدنشلوس، كلاس 2 ايدنشلوس. بص المنظر اللي عند حضرتك اهو، تعالى الصوره جميله قوي حلوه قوي. بص الفك اللي فوق سابق الفك اللي تحت بمسافه كبيره قوي، المفروض المسافه دي تبقى 2 مللي بس، يعني المفروض المسافه دي تبقى من هنا لهنا، اسف لهنا. انت عندك المسافه من هنا لهنا، هياثر في ايه؟ هياثر ان انت عايز تصلحها المعمل، هيرص الاسنان اللور انتيرير بره قوي والابر انتيرير اللي جوه قوي. هل الليب سبورت هيبقى حلو؟ لا، لان السنان هتبقى داخله جوه، الليب سبورت هيبقى ضعيف. هل الاستابيليتي بتاع الطقم اللور هيبقى حلو؟ لا، الاسنان كلها هتبقى خارجه لبره، فالمومنت هتبقى او الاستابيليتي بتاع الطقم هيبقى قليل زي اكره الباب، انت بعدت قوي فقوه الاكل هتخلي الاسنان تزق الطقم لبره. طيب ايه المشكله دي؟ مشاكل عندي اللي انا عندي المجزله خارجه لبره، طب بعالجها ازاي يا جماعه؟ ده معناه ان الاوفرجيت عندي اكبر، الاوفرجيت اللي هي الفراغ اللي ما بين اللي بالعرض اللي ما بين الابر واللور تيث ده بقى كبير، بدل ما 2 مللي بقى اكتر من 2 مللي. هل 4 مللي احسن من 6 مللي؟ هل 6 مللي احسن من 8؟ يعني برضو الديفو ليه درجات، يعني مش معنى ان كلاس 2 ان الحالات الكلاس 2 كلها وحشه، لا، في حالات كلاس 2 ممكن تبقى سهله، يعني ممكن لو عندك الفراغ من فوق هنا تحت هنا ده كلاس 1، طب كده كلاس 2، كلاس 2 بس مش كبير قوي، يعني ايه؟ لو خرجت الاسنان اللور لبره شويه او عملت لهم ليبيا الانكلينيشن شويه، بدل ما السنان تبقى ابرايت واقفه معدوله، انت خليت السنان تميل لبره، تعمل ليبيا الانكلينيشن. فدي مش هتقول لا، انت خليت الاوفرجيت 2 مللي تاني بحاجه بسيطه. فعندك برضو يا جماعه درجه التاثير او درجه الديفو او العيب، الديفولت اللي هو الديفول عندنا مش الديفولت اللي هو الديفول هو العيب قد ايه، يعني هل المندبل داخل لجوه جامد قوي ولا داخل جوه حاجه بسيطه ولا في وضعه المثالي. فاحنا عشان كده بنبدا نعرف نحلها ازاي. طب قال لك في طرق يا جماعه اقدر احل المشكله اللي عندي، اللي هي ايه؟ اللي انا عندي المجزله بره والمندبل جوه، المجزله بره والمندبل جوه قوي. احنا قلنا المجزله بتبقى بره المفروض والمندبل وراه حاجه بسيطه، بس لو المندبل ورا جامد قوي والمجزله بره جامد قوي، اقدر احل مشكله السيتنج دي عندي ازاي؟ بيقول لحضرتك لو عندك المشكله صغيره مش اكستريم، بيقول لك تقدر تستخدم النارو تيث نروه الميزيو ديستال. يعني ايه الكلام ده؟ تعال نجيب صوره اسنان في اوكلوجن، كومبليت دينشر اوكلوجن. لو انت بص معايا، ده المفروض كلاس 1، لو عندك انت المشكله واحنا قلنا ده بنتكلم دلوقتي على كلاس 2، لو هي بدل كلاس 1 كلاس 2، يعني ايه؟ يعني المجزله كلها لبره خالص. بص لو انت رصيت السنان كده ايه اللي هيحصل؟ بص الكراين، المفروض الكراين اللور اللي هو ده يبقى قدام وكراين الابر يبقى ورا، هل هتقدر تعمل اوكلوجن مظبوط؟ هل العيان لما يجي ينضخ الابر، احنا قلنا المفروض الابر كراين يبقى ورا اللور كراين، خلاص احنا قلنا الاسنان الابر بره واللور اللي جوه، بس عشان حجم الاسنان اللور اصغر من الابر فاللور كراين بيبقى لقدام والابر كراين بيبقى ورا. طيب لو انت عندك كلاس 2
بس صغيره، يعني العيان الفك الابر خارج لبره بس مش قوي، هل علاقه القرين هتبقى مظبوطه؟ لا. طب لو علاقه القرين مش مظبوطه، هل رصه السنان ورا هتبقى مظبوطه؟ لا. هل الاوكلوجن عندك هيبقى مظبوط؟ لا. يعني تخيل كده انت عندك عرب او دي كلها كور، لو انت عندك المشكله ان الكوره اتحركت لبره كلهم لازقين في بعض، هل بقيت الكور كلهم مش هيتحركوا لبره؟ اه. انت مش بتعمل طقم فيه سبيسز بين الاسنان، انت بتعمل طقم كل الاسنان لامسه بعض. فلو الابر الانتيريور تيث خارجين لبره عشان العظم خارج لبره، فكل الاسنان اللي وراها تخرج لبره. هل الاوكلوجن من ورا هيبقى مظبوط؟ لا. هل الكراين ريليشن شيب هيبقى مظبوط؟ لا. المفروض الكراين اللور سابق الابر، بس عندك الكراين الابر بقى سابق اللور. عندك المفروض المولرز اللي تحت سابقين الابر مولرز، بس عندك بقى الابر مولرز سابقين. هنا بيقول لك عايز تعوض المشكلة ازاي او عايز تحل المشكلة ازاي؟ قال لك اول طريقة ان انت ممكن تستخدم لور انتيريور تيث ارفع. ايه ده؟ لما تستخدم لور انتيريور تيث ارفع، احنا دلوقتي بقى عندنا مشكلة ان الابر انتيريور والكناين وكل الاسنان خارجة لبره. طب لو انت استخدمت عشان تحل المشكلة، بدل ما تستخدم لور انتيريور تيث تخينة استخدمتها رفيعة، اللي هيحصل ايه؟ ان الانتيريور ان السنترال بدل ما هيبقى هنا، واللاترال بدل ما هيبقى هنا، والكراين بدل ما هيبقى هنا، السنترال هيبقى اصغر. بص هيبقى هنا، واللاترال هيبقى هنا، والكراين هيبقى هنا. الكراين ريليشن شيب اتظبط تاني عندك ولا لا؟ اه اتظبط. يعني ايه؟ يعني انا لما ارفع استخدم اسنان حجم اصغر. عندك انت شيت الاسنان كلكم عملتوا سيتنج، الاسنان بتبقى احجام، استخدم حجم كبير في الاسنان اللي فوق عادي، او الحجم اللي انت عايز تستخدمه عشان الشكل العيان لما يضحك. بس الاسنان اللور استخدم حجم اصغر. ليه؟ علشان كل ما انت بتبدا سيتنج من اللور انتيريور، كل ما حجم اللور انتيريور كان اصغر كل ما هتقرب من الميد لاين اكتر. بص بدل ما هم هنا، لا بقت هنا، بقت بقى هنا، واللاترال بقى هنا، والكناين بقى هنا. ايه ده؟ ده الكناين اللور رجع سبق الابر كناين. كده الاوكلوجن هتبقى مظبوطه؟ اه هتبقى مظبوطه. كده انت حليت المشكله؟ اه حليت. دي طريقه احل بيها المشكله بتاعت الكلاس 2، ان انا استخدمت اسنان. ممكن يسالك اسنان اكبر ولا اصغر؟ انت بقيت فاهم ما تحفظش ليه. لما تستخدم اسنان اصغر انت هتقرب من الميد لاين اكتر، والكناين هيبقى في مكانه الصح، بدل ما كناين الابر بقى خارج بقى هو اللي قدام واللور كناين بقى ورا. لا، انت الاسنان الانتيريور اصغر هتخلي اللور كناين هو اللي بقى لبره، عشان انت قربت من الميد لاين اكتر، عشان عرض الاسنان بقى اصغر. اتنين، اه ممكن تعمل كراودنج. ممكن بدل ما تعمل يا عم انك اسنان اصغر وتجيب شيت سنان تاني، رص الاسنان بس اعمل كراودنج. عارفين الكراودنج؟ كلنا عارفين الكراودنج. المفروض ان الاورث كراودنج زحمه اوف تيث. بص حضرتك معايا، لما عند حضرتك المانديبل، المانديبل كراودنج، مانديبل، تعال نكتب مانديبل. لما المعمل يرص السنان اللور وفيها كراودنج، بص اه ايه اللي هيحصل؟ لما ترص السنان اللور فيها كراودنج، يعني بدل ما الاسنان مرصوصه براحتها واخده العرض بتاع الفك كله، انت عملت كراودنج. ايه اللي هيحصل؟ الكراين هيتحرك لقدام اكتر ولا لا؟ اه هيتحرك لقدام اكتر. ليه؟ لان دي داخله لجوه، فدي بتسمح ان دي تدخل عليها اكتر وتخرج لبره، فالكراين هيدخل لجوه احسن في اللور. استفدت ايه؟ لما تعمل كراودنج في اللور الكراين هيطلع لبره اكتر، فهتعوض الفرق ما بين الابر واللور اكتر. احنا قلنا في مشكله الكلاس 2 ان الابر المجزله خارجه اكتر بكتير من المندبل، فانت هدفك انك يا اما تستخدم اسنان صغيره في المندبل، يا اما تعمل كراودنج في المندبل عشان تخلي الكراين يطلع لقدام اكتر، والمولرز تطلع لقدام اكتر عشان تقرب بالميد لاين اكتر، عشان الاوكلوجن عندك يبقى مظبوط وما يبقاش عندك مشاكل في السيتنج. بس بيقول لك حسب الاستيتكس ما تسمح، يعني انت ما تجيش تعمل العيان المنظر ده وتلاقي العيان هو بيتكلم شكل الطقم وحش، لان هو الكراودنج شكله وحش، الاسنان راكبه فوق بعض شكله مش حلو يا جماعه خلاص. او في حل تالت، ان انا بدل ما اخرج اللور اللي بره ارجع الابر اللي ورا. ازاي؟ ان انا اعمل سبيسز في الابر بين الابر تيث ده. بس طبعا حل برضو حسب الاستيتكس. طبعا دي كلها حلول بتبقى صعبه انها تتعمل عشان الاستيتكس بتبقى وحشه، بس دي حلول عندي موجوده خلاص. او في حل رابع، ان انا اكل من الكراين خلاص، ان انا اشيل من الديستال سيرفيس بتاع اللور كراين، ارفع من الكراين اللي تحت علشان بقيه السنان الديستال بتاع الكراين اللي تحت هرفع منه، علشان بقيه الاسنان اللي ورا تطلع لقدام، عشان مشكلتنا ان اللور كراين وكل اللور تيث راجعين لورا عن الابر تيث، لان دي كلاس 2 بيبقى اللي فوق لبره واللي تحت لجوه. فانت لما ترفع من الكراين اللي تحت تخلي الويث بتاعه قليل، انت هتخلي الاسنان اللور تطلع لقدام شويه، تعوض المسافه اللي ما بينها وبين الاسنان الابر عشان الاوكلوجن تبقى حلوه خلاص. هنا بيقول لك في حل حلو قوي، تقدر تشيل
سنه هتستفيد ايه؟ لو انت شلت لور فيرست بريمولر انت تقدر تحط السكند بريمولر مكانه وتحرك الاسنان لقدام، تقدر تحط السكس لقدام مكان الفيرست بريمولر مكان السكند بريمولر، تقدر تحرك السفن قدام مكان السكس. استفدت ايه؟ ان انت خليت كل الحلول يا جماعه ما تحفظش، كل الحلول بتاعت حضرتك ربنا يكرمك، كل الحلول بتاعت حضرتك بتخلي السنان تتحرك لقدام. طب دي كلها في حالات ايه يا جماعه؟ في حالات الكلاس 2 اللي هو الماكسيلاري بروتروجن. خلاص طيب ده كده انا بتكلم حليت المشكله ازاي من قدام، ده انا كده حليت المشكله من قدام. طيب انا عايز احل المشكله من ورا ازاي؟ تعالى يا جماعه ما ننساش ان كلاس 2، تعال نكتب كلاس 2 ايدنشلس. مشكله الفك اللي عندي يا جماعه ده مش بس بالعرض من قدام وورا، لا ده مش بس بالطول قدام وورا ان الابر سابق اللور بمسافه كبيره، لا ده كمان بالعرض. تعالى نكتب ايدنشلس ماوث. بص معايا، ده مش بس يا جماعه الابر خارج لبره عن اللور، يعني ده خارج لبره واللور خارج داخل لجوه، ده كمان المجزلة اكبر بكتير من العرض. يعني المندبل يعتبر بدل ما هو المجزلة احنا قلنا اكبر بشويه من المندبل. طب ده هيسمح لك بايه لما العلاقه تبقى كلاس 1؟ انك تعمل سيتنج للسنان مرتاح، ان الابر يعمل اوكلوجن في اللور مرتاح. كلنا لو بصينا في المرايه هنلاقي الابر خارجين لبره شويه، اللور داخلين لجوه شويه عن الابر. طب لو انت عندك الابر خارج لبره بالعرض بقى، خارج لبره قوي واللور داخل لجوه قوي، الابر بوستيريور تيث هتبقى بره قوي واللور هيبقى جوه قوي الاسنان. بص كده معايا، لو انت عندك المجزله كلاس 2، احنا قلنا دلوقتي كلاس 2 بتبقى من قدام وورا وبتبقى من اليمين والشمال، يعني عندك من اليمين للشمال الابر المجزله بتبقى عريضه، فالكريست اوف ذا ريدج عندك هنا، هتيجي ترص السنان على كريست اوف ذا ريدج واللور المندبل صغير، هتحط السنان على كريست اوف ذا ريدج، ايه اللي هيحصل؟ هل هيبقى فيه اوكلوجن؟ لا، هيبقى عندك مشكله في الاوكلوجن. هل عندها هيعرف يندخ؟ لا. فعايزين نحل المشكله دي ازاي يا جماعه؟ عايزين نحل المشكله دي. بيقول لك دي ممكن تشوفها خلاص وفيري كومون خلاص، فدي هتبوظ لي الاوكلوزال كونتاكت بتاعت اللور تيس، عشان كده بحاول اعمل لها مانجمنت. ازاي؟ بيقول لك لو الفرق صغير. يعني ايه الفرق صغير؟ يعني المفروض بقى المندبل كبير والمجزله صغيره، بس الفرق مش كبير قوي، يعني المجزله كبيره بس مش ما كبرتش قوي، او المندبل صغير بس ما صغرش قوي عن الطبيعي. ايه اللي ممكن تعمله؟ لو صغير انت ممكن ابر تيث مي بي موف سلايتلي ان بالاتال دايركشن، بدل ما تحط السنان يا عم على الكريست اوف ذا ريدج في الابر دخلها بالاتال شويه. ليه؟ انت عندك المندبل السنان هنا. يا جماعه احنا كدكاتره بروثيسز ممنوع نلعب في الكريست اوف ذا ريدج بتاع اللور، لان اللور اتفقنا ان هو حجم الفك بتاعه صغير، الريتنشن والاديجن والكويجن والحاجات دي كلها بتبقى قليله فيه، فالحجم عشان اللسان كبير، شوف اللسان قد ايه. فعشان كده انت محتاج ستابيليتي وريتنشن اعلى حاجه في اللور، فاي لعب بنعمله غالبا بيبقى في الابر. فانت عندك مشكله ان الابر الاسنان البوستيريور لو انا بصيت لها من قدام هتبقى خارجه لبره واللور داخله لجوه. اللي انا ممكن اعمله، هتقول لي ممكن اخرج اللور لبره عشان تعمل اوكلوجن مع الابر، او ممكن ادخل الابر لجوه عشان تعمل اوكلوجن مع اللور. هقول لك لا، احنا بندخل الابر لجوه. ليه؟ لان كده كده الابر دينشر الريتنشن بتاعه عالي، لو دخلت السنان لجوه مش هياثر قوي. بس هتستفيد ايه؟ هتستفيد ان هي الاسنان هتتعمل لها سيتنج في مكانها الصح، هتقدر تعمل اوكلوجن حلو. فاول حل عندك ان انت ترجع السنان بالاتل. طيب تاني حاجه يا جماعه ممكن تعمل ايه؟ ممكن لور تيث اركولكتد بليست خلاص ار ست تو اوكلود ماشي ذن بتخلي بدل ما ترجع السنان الابر لورا خلاص بتحط. يعني انت دلوقتي عملت ايه؟ انك رجعت، لو المشكله صغيره هترجع، انت عندك المندبل لجوه والمجزله كبيره، دلوقتي انت عايز ترجع السنان لورا. طب ايه المشكله عندك لو رجعت السنان لورا؟ ان العين لما يجي يضحك هيبقى عنده حاجه اسمها بلاك تراينجلز. تعال نكتب بلاك تراينجلز. بص معايا، العيان يا جماعه لما ايه الفرق من الصورتين دول؟ انهي ضحك اجمل، الضحكه اللي فوق ولا الضحكه اللي تحت؟ الضحكه اللي تحت. ليه؟ هتقولي عشان لون الاسنان افتح. هقول لك ايوه عشان لون الاسنان افتح، بس في سبب اهم من لون الاسنان افتح. ايه هو يا جماعه؟ بس الصوره تحمل ولا مش لازم تحمل عشان بقالها كتير. السبب يا جماعه ان عندك هنا حاجه اسمها بلاك تراينجلز، ان الاسنان داخله لجوه تحت الاسنان ماليه لحد اللي هي الانجل اوف ذا ماوث، فالضحكه اللي تحت اجمل من اللي فوق، مش بس عشان الاسنان هنا ابيض، لا عشان ما عندكش بلاك تراينجلز. طب عايز اقول لك ايه؟ عايز اقول لك ان انت لما تحل المشكله بتاعت الكلاس 2
ان انت عشان تعمل اوكلوجن الاسنان خارجه لبره واللور داخله لجوه، احنا اتفقنا مش هنخرج اللور، هندخل الابر لجوه. لما ندخل الابر لجوه العيان هيبقى منظره زي اللي فوق ولا زي اللي تحت؟ لا، هيبقى منظره زي اللي فوق. اما يجي يضحك الكومبليت دنشر هيبقى شكله مش حلو، لان انت دخلت الاسنان البوستيرير لجوه عشان تعمل اوكلوجن حلو، فساعتها هيبقى عندك بلاك تراينجل. ففي حل ان انت بعد ما ندخل الاسنان البوستيرير حط طبقه اكريل خلاص لونها ابيض على شكل السنه، بتجيب كيميكال كيورد اكريليك ريزن وبتحطه من بره لونه يبقى لون الاسنان، عشان عيان لما يجي يضحك تبقى الضحكه باينه ان هي مكمله. او طريقه تانية انك بتخلي السنه في مكانها، ما بترجعهاش لجوه، ادي الابر اهو خارج لبره واللور خارج لجوه، انا جيت نتيجه ان الريدج اللي فوق اكبر بكتير من الريدج اللي تحت، ده كريست اوف ذا ريدج وده كريست اوف ذا ريدج. قال لك خلي الابر في مكانه بس حط الاكريل من جوه عشان هو اللي يعمل اوكلوجن مع الاسنان اللي تحت. يبقى انا عندي يا اما لو المشكله صغيره بدخلها الابر بدخله لجوه شويه، لو مشكله اكبر بدخلهم جامد بس بحط طبقه اكريل من بره، او بسيب الاسنان بره بحط طبقه اكريل جوه. انا هدفي ان انا اعمل اوكلوجن اخلي الابر يعض على اللور اللي هو اللي داخل لجوه، وفي نفس الوقت الاستيتكس تبقى حلوه او شكل الطقم يبقى حلو عندي خلاص. فبيقول لك في طريقه اللي هي الطريقتين دول، اللي هي دي يا اما بدخلهم لجوه واحط اكريل، يا اما بخلي السنه في مكانها وبحط الاكريل من جوه عشان هو اللي يعمل اوكلوجن. طيب العكس بقى يا جماعه، كلاس 3 من دون دخول في تفاصيل، كلاس 3 هو العكس، وهو العكس في كل حاجه. يعني ايه؟ بيقول لحضرتك ان انت بدل ما عندك الفك الابر هو اللي كبير واللور هو اللي صغير، عندك العكس، ان اللور هو اللي كبير والابر هو اللي صغير. يعني بقت اللور المندبل بقى خارج لبره، تقدر تشوف ان الاسنان اللور الكريست اوف ذا ريدج بتاع اللور بقى ماشي مع كريست اوف ذا ريدج الابر. احنا قلنا المفروض الكريست اوف ذا ريدج الابر، تعالى نعملها بالاخضر، يبقى البره واللور جوه حاجه بسيطه. لو المسافه كبرت بقت كلاس 2. طب لو اللور خرج لبره بقى ايدج تو ايدج، لا ده كده كلاس 3، كده حاجه مش حلوه. اقدر اصلح او اكتر بقى ممكن يعمل لك حاجه اسمها ريفرس اوفر بايت او ريفرس اوفر جيت، ان اللور كريست اوف ذا ريدج بتاع اللور خرج لبره اكتر بكتير من الابر. فدي يا جماعه علاجها ايه؟ نفس الكلام اللي قلناه، ما تحفظش. انت لو فهمت الكلام كله اللي انا قلته فوق، عيده بالظبط بس العكس. يعني عيده بالظبط بس العكس، ان انت هتستخدم اسنان اكبر. بص لارجر توث مولد وذ ابر تيث، بتكبر الاسنان خلاص في الابر. ليه؟ عشان لما تكبر الاسنان في الابر اتكلمنا خلاص، وبتعمل اوفرلابنج في الابر، بنعمل كراودنج في الابر انتيريور تيث، بنعمل اسمه ايه ده، بنعمل سبيس يا اما بنعمل طبعا يا اما بتعمل سبيس في اللور انتيريور تيث، او بتحط سنه زياده في اللور انتيريور تيث. ليه؟ مشكلتك ان الفك زي ما قلنا قبل كده الفك خارج لبره، فانت لما تحط سنه زياده هتخلي الاسنان البوستيريور ترجع لورا عشان تبقى ماشيه حلو مع الاسنان الابر. نفس اللي قلناه قبل كده يا جماعه بس بنعيده هنا بقى العكس برضو. في احنا كده دايما مشاكل في الانتيريور، طب المشاكل اللي في البوستيريور هي بس العكس خلاص. هنبدا نحط الاسنان في الاوكلوزال كونتاكت، نفس الكلام بالظبط، مش هنقول اي حاجه تانية يا جماعه خلاص. بكده الحمد لله يا جماعه يبقى خلصنا شابتر الكلاسيفيكيشن بتاع الكومبليت دنشر، وبالتوفيق في الامتحان ليكم ان شاء الله. انا استمتعت معاكم ونشوفكم على خير ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله.